طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده بقى ايه الريست، وربنا يسر كده. عايزين يعني تجاوب فظيع بحيث ان احنا ان شاء الله نخلص على طول. شايفين كويس ولا نطفي كمان اللي وراه؟ شايفين كويس. طيب اول حاله كده فتح كلام وفتح شهيه كده سهله جدا. طب اللي عارف يقول علشان ايه ننجز في الحالات اللي احنا عارفينها ونكمل بعد كده. عارف حاجه دي يا نور؟ منطب الانكوندرومز والير او مفوشي. حلو جميل برافو عليك. طب دي مين فيهم بقى؟ تقدري تحددي اكتر؟ ايوه بالظبط بالظبط. الكالسيفيكيشنز اللي في السوفت تيشوز دي عباره عن فليبولاي، صح؟ دي عباره عن فليبولاي. فليبولاي فين؟ في السوفت تيشو هيمانجيومز. اذا دي انكوندرومز ومعاها ايه؟ سوفت تيشو هيمانجيومز، تبقى دي حاله مفوش السندروم. هنقول كلمه بس كده عنها، هي دي مش خاصه بالريست ولا بالهاند، دي في البون تيومرز يعني، بس كومن كيز الحقيقه في يعني في الماستر وفي الام دي وفي الاف ار وفي غيره، يعني من الحاجات الشهيره ويعتبر سبوت دايجنوزس، فسهل ما بتنزلش اورال كتير، بتنزل سبوت لانها دايجنوز. الانكوندروما العاديه هي الموست كومن بناين تيومر في الهاندز وفي الفوت ميتاكاربلز وهكذا، صح؟ نادر شويه لما تيجي في الثامب، نادر شويه لما تيجي في التيرمينال فالنكس، لكن اغلبها في الميتاكاربلز والبروكسيمال فالنكس، ده اكثر حاجه. الانكوندروما في الغالب اسيمتوماتيك، ممكن بقى مع ماينور تروما ولا حاجه يحصل فيها فراكشر، فيجي بايه نشوف فيها باثولوجيكال فراكشر. فده بيبقى مهم جدا ان انت لو شفت انكوندروما والعين ده جاي يشتكي بين، تدور كويس ان مفيش اي كورتيكال ايه ستيب ولا حاجه عشان نقول ان فيها باثولوجيكال فراكشر. الانكوندروما العاديه عشان تتحول لكوندروساركوما ده احتمال وارد، بس اللي في الهاند نادر جدا، يعني نادر جدا لما انكوندروما في هاند تتحول لكوندروساركوما. اما مثلا انكوندروما في الشولدر كل ما نقرب ناحيه الاكزيال سكيلتون في البروكسيمال فيمر مثلا، بروكسيمال هيومرس ممكن، لكن في الهاند احتمال ضعيف جدا. اما بقى المالتيبل انكوندروماتوزز، لا مشكلتهم بقى ان هم ممكن فعلا يقلبوا تيرن مالجننت اعلى بكتير من السنجل انكوندروما، تمام؟ وبرده يقلبوا اكتر في الاكزيال سكيلتون، يعني اكتر برده ان يجي له كوندروساركوما في مثلا الياك بون في البروكسيمال فيمر وهكذا. برضو الاوليرو بقى والمفوشي بيبقى فيهم انكوندرومز في كل الجسم، مش بس في العنس وفي الفوت والكلام ده، ممكن نلاقيهم ديستريبيوتد في كل الجسم. الاولير عليه ديبيت شويه، هو بري مالجننت ولا لا؟ يعني في ناس بتقول اصلا مش بري مالجننت، في ناس بتقول لك يعني سلايت انكريز ريسك اوف مالجننت، يعني السنجل انكوندروما بسيطه قوي. اما المفوشي لا، بري مالجننت. زي بالظبط الاوستيكوندروما العاديه، السنجل اوستيكوندروما اللي هي الاكزوستوزز ما هياش بري مالجننت، صح؟ لكن المالتيبل هيريديتري اكزوستوزز اللي هو الدايفازيه الاكليزز بري مالجننت. ساعات يجي بقى انكوندروماتوزز مع اوستيوكوندروماتوزز، الاثنين مع بعض بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ بيسموها ميتا كوندروماتوزز، الاثنين مع بعض، وده برضو بري مالجننت. يبقى دي القصه بتاعت الايه؟ المالتيبل انكوندرومز واكزوستوزز واهميتها ايه؟ ساعات كمان بقى الاولير والمفوشي، بالذات المفوشي اسوشيتد باكسترا سكيليتال مالجننسي، ده برضه خطورته، يعني ممكن ساعات يجي ايه؟ اوفيريان تيومرز مثلا، ملوش علاقه خالص. فبرضه دي احد خطورات الايه؟ الاولير والمفوشي والكلام ده. ده الاولير اللي فاتت بقى مفوشي، هنا لو قعدنا ندور على كالسيفيكيشن مش هنلاقي. يبقى ده الايه؟ الاولير. وخدتوا بالكم ان في كمان في الايه؟ في الديستال راديوس والديستال النا كله موجود فيه. طيب نخش على حاجه ثانيه. حد شايف حاجه هنا؟ ايوه جدع يا مين، عايزين بقى شغل الاف ار بقى ونصحى مع بعض بقى. ايوه بقى الكواليشن ده فين يا مينا؟ بالظبط، يبقى هيبقى اسمه ليونو ترايكيترال كواليشن. ده الموست كومن كواليشن في الهاند، تمام؟ ايه السكند كومن؟ هنشوفه طيب كمان، مش مشكله. الكواليشن عامه يعني ايه؟ يعني كونجينيتال ان سيباريشن، العظم اصلا ما فصلش عن بعضه، مش كان غير كلمه سينوستوزز. كلمه سينوستوزز يعني ايه؟ العظم كان مفصول ولحم مع بعض، فيوجن. اما كواليشن هو اصلا ما تكونش اثنين، هو كون واحد من الاول. فهمتوا قصدي؟
الترسل كواليشن مور كومن ذان الايه؟ مور كومن ذان الكاربال كواليشن. الترسل كواليشن في منه نوعين، التيلو كالكينيال في الميدل سبتيلر جوينت، وفي كمان الكالكينيو نافيكلر، دولت اشهر اثنين. الكاربال كواليشن اهم واحده اليونوتراكيترون اللي احنا شايفينها دي. ادي شايفين هنا كده، ادي دي السكافويد، اليونيت المفروض تبقى واحده والتراكيتروم واحده، دي البيزيفورم صح؟ هنا اليونيت والتراكيتروم الاثنين ايه؟ لحموا في بعض وعملوا عضمايه كبيره كده. في الغالب اسيمبتوماتيك وفي الغالب ما فيهوش مشاكل، بس ايه؟ بيكتشف بالصدفه، وده الام ار بتاعه. ممكن نلاقي فيه محاولات للانفصال وما فشلت، ما كملتش، يعني حته بسيطه لكن ما كملتش. ده بقى ايه؟ نعم، بيري ليونيت ديسليكيشن. لا بصوا دي ايه ده؟ ايوه بالظبط، ده الكابيتو هاميت كواليشن. الكابيتو هاميت كواليشن ده السكند موست كومن تايب للكاربال كواليشن بعد اليونوتراكيتر اللي احنا لسه شايفينه. الكابيتو هاميت ده انا كنت متخيل انه كلام كتب مش هنشوفه، لحد ما شفته انا يعني شفته مرتين في حياتي، مره من زمان ومره يمكن من شهر مثلا. فاذا ما هوش سورير يعني. ده بقى حاله ثانيه. شاب صغير كده طفل وبيلعب رياضه وجاي بريست بين، بيلعب حديد بقى ومش عارف بيستعفى على نفسه ليه من وهو صغير كده، فجايب ريست بين. شايفين ايه؟ ايوه هو اللي انت عماله تعمليه كده، بس اللي هو ايه بقى؟ مش عارف، في حاجه بتاكل كده مش ايه بقى؟ ايوه مش الابيفيزيال بقى، الفايزيال سبيس يعني الفايسز نفسه، الجروث بليت نفسه وسع بتاع دي ايه؟ بتاع الديستال ريديوس بالذات صح؟ ومش بس كده، والاوبوزنج سيرفيسز كمان ايه؟ الريجلر صح؟ الديستال ميتافيسز هنا وهنا الابيفيسز الريجلر خالص مع الوايدنينج ده. ده اسمه ايه بقى ده؟ هو في ناس تعتبره نوع من السولتر هارس فعلا، بس يقول لك ايه؟ كانه كرونيك سولتر هارس، حاجه نتيجه الريبيتيتيف مايكرو تروما. ففعلا ولو عملت ام ار في الحاله دي تلاقي ان الفايزيال بليت فيها اديمه والاوبوزنج سيرفيسز فيها مارو اديمه. الكلام ده ايه؟ حاجه اسمها جيمينس تريست، بيسموها ساعات جيمينس تريست، يعني الريست بتاع اللي بيلعبوا جيمينيزيوم كتير بيشيلوا حاجات كتيره. فده كرونيك ريبيتيتيف تروما بالذات في الشاب الصغير اللي لسه عنده الجروث بليت ما قفلش. تمام؟ دي في الام ار بتيجي كتير على فكره، يعني برضو ما هياش رير، هتشوفوها في الام ار اي ريست يعني ناون ذين يعني. وايدند وبرضه في اديمه وفي مرق اديمه في الاوبوزنج سيرفيس، والعين جاي بيشتكي بين والهيستوري ان هو بيشيل حاجه تقيله او بيشيل حاجات تقيله او بتاع او بيلعب رياضه فيها بيستخدم الريست كتير مثلا باسكت حاجات زي كده. ده بقى اللي هو تروما، حاجه اكيوت شويه. فاكرين السليبد كابيتال فيمورال ابيفيسز بتاعت الهيب كان عباره عن ايه في الاخر؟ كان عباره عن سولتر هارس صح؟ طيب كام؟ طيب 1 صح؟ هو نفس الفكره هنا بالظبط، ان الديستال ريديوس اتزحزحت لورا شويه. الديستال ريديال ابيفيسز اتزحزحت لورا شويه، وفي يعني هي يمكن في الاي بي صعبه شويه علشان ما احناش واخدين الفيو بتاعها، لكن لو خدتوا بالكم هنا ادي الريديال ابيفيسز اتزحزحت لورا شويه. ده نوع من التروما اللي بتحصل في التشيلدرن، انفراكشنز اللي بتحصل. بالمناسبه بقى ممكن يجي سؤال كده يقول لك ايه؟ اليونيك فراكشرز فور تشيلدرن، يونيك بيدياتريك فراكشرز، يعني الفراكشرز اللي بتيجي في البيدياتريك ايج جروب ما بتجيش في الادلتس، ايه بقى؟ الجرين ستيك، ايه تعريف الجرين ستيك؟ يعني امتى نقول جرين ستيك؟ حد عارف؟ من ناحيه طب ما هو مثلا انكمبليت فراكشر وخلاص صح؟ اي incomplete fracture هنسميه green stick؟ ايه رايك يا مينا؟ هو اللي انا اعرفه اللي هو fracture من cortex الناحيه الثانيه. طب ما هو كده اي incomplete fracture صح؟ لا، في خاصيه ثانيه للجرين ستيك.
الجرين ستيك فعلا هو incomplete fracture غالبا واخد كورتكس واحدة والكورتكس التانية سليمة، بس مع كمان خاصية تانية مميزة ما بتحصلش غير في الأطفال، عشان كده هو يونيك للأطفال، إن intact preosteum. intact preosteum عارفين زي ما تجيب حزمة جرجير وتيجي تكسرها تكسر وتبص في الآخر تلاقي الأوتر شيث سليم، هو ده بالظبط، عشان كده سموه جرين ستيك، لأن هو البريوستيوم في الأطفال أنشف من العظم، فمع التروما ممكن يكسر والبريوستيوم يفضل سليم. فهمتوا قصدي؟ يبقى ده جرين ستيك فراكشر. تمام، وإيه تاني؟ إيه الفراكشرز اللي ممكن تحصل في الأطفال ما تحصلش في غيرهم؟ ما تحصلش في الأدلس يعني؟ في البلاستيك بون، حاجة اسمها بلاستيك بون، ممكن الطفل يتعرض لتروما تروح رجله تتني من غير ما تتكسر. صح؟ في ايه تاني؟ السولتر هيرث ده احد الفراكشرز اللي كومن، يعني ده كلاسيفيكيشن كامله للفراكشرز اللي اسمها ايبيفيزيال او جروث بليت فراكشرز. جروث بليت في الادلت هتكون قفلت خلاص. في ايه تاني؟ الافالجن فراكشرز عامه مور كومن في الـ في الـ في التشيلدرن وفي السكيليت اللي اماتيور، بس يعني ممكن تحصل في الادلت بالذات لو باثولوجيكال افالج، لكن ستيل هي اكتر في الاطفال. ايه تاني؟ نون اكسيدنتال انجري بكل ما فيها، طبعا دي بتحصل في الاطفال مش هتحصل في الـ في الادلت. لا طبعا في حاجات ممكن تحصل، هي بتتكلم عن الحمد لله بتتكلم عن الكورنر ميتافيزيال كورنر ديفراكشرز بتاعت النون اكسيدنتال انجري وحاجات زي، لكن يعني مثلا بوستيريور ريب فراكشرز ممكن تحصل في الادلتس برضو، بس هي لو حصلت في طفل سبيسيفيك قوي ل نون اكسيدنتال انسترنال فراكشرز سكابولار فراكشر وحاجات زي كده. طيب ده ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ جدع قولي سوزان صح. ميد لانج ديفورميتي ده اسمه ميد لانج ديفورميتي. ايه بقى اللي حصل خلى فيه ميد لانج ديفورميتي؟ ان في شورتنينج في الراديوس وفي ابنورمال النر انكلينيشن صح، وبقت الديستال راديو النر جوينت بقى عامل زي الفي شيب، وبقى في بروكسيمال مايجريشن للكاربال بونز، وفي شويه بوينج اوف ذا راديوس صح. تاني في شورتنينج ابنورمال شورتنينج للراديوس بالذات عند الالنر اسبكت، وبالتالي بقى في ميديال سلانتنج كده والنر سلانتنج للريديس، وبقى الديستال راديو النر جوينت بقت عامله زي الفي شيب، والفي شيب ده ادى الى بروكسيمال مايجريشن للكاربال بونز البروكسيمال كاربال رو، وبقى كله ديستريبيوتد ان في شيب باترن كده، بالاضافه كمان لدورسال انجيوليشن وشورتنينج وبوينج اوف ذا ديستال اوف ذا ريديس. القصة دي حصلت ليه؟ لأسباب كتيرة جدا. حد عارف بعض الأسباب ليه الميد لانج ديفورميتي؟ ديفرنشال دياجنوز طبعا، يعني تحاولوا تحفظوا منه أكبر قدر ممكن. الإيه؟ أنكلوزز؟ ترنر بالظبط، ترنر من أشهر الحاجات. ترنر سندروم من أشهر الحاجات في الديفرنشال دياجنوز بتاعه. في حاجات تانية كتيرة. ممكن تروما بالظبط، تروما تو ذا جروينج راديوس خلت الناحيه الميديال دي قفلت بدري، الجروث بليت بتاعها قفل بدري من الناحيه الميديال، تروما بقى انفكشن بتاع اي حاجه، فبالتالي الناحيه اللاترال قعدت تطول والميديال ما طولتش فعملت البوينج وعملت الديفورميتي دي كلها. في حاجات كتيره اخرى وسندرومات وحاجات انا مش عايز يعني اعقد القصه، لكن طبعا الترنر سيندروم واحد من اشهر الحاجات اللي بتيجي فيها، وفي كمان المالتيبل هيريديتري اكزيستوزز وديسكوندروزز وامراض كتيره هتسمعوا اسماء يعني ما انزل الله بها من سلطان في السندرومات بتاعت الام اس كي، لكن على كل حال احفظوا على الاقل 3 4 لازم في كل ديفرنشال تبقوا حافظين 3 4 كده تعرفوا تبقوا فيهم، يعني لو سالك في اي سؤال في الشفا ولا حاجه يعني ما تبقاش عارف ولا واحدة أو واحدة وبعدين يستناك فتسكت فتبقى منظرك بايخ، لكن لما تقول له اتنين تلاتة كده حاسس يا خبر لا ده عارف كله بقى خلاص مش هيكمل معاك يعني، طبعا هو ما يعرفش اللي فيه. دي حاجة برضو من الحاجات السهلة إلى حد ما. تفتكروا إيه؟
خالد اصحى معايا، انا حاسس ان يعني الناس اللي قاعدين ورا كده قاعدين علشان الدنيا ضلمه والجو طراوه، ففي ناس ابتدت تنام، واحد بشيشه ورا، مش هننفع، عايزين نصحى شويه يعني، قربوا مننا كده والكراسي فاضيه والدنيا براح يعني. احنا ها تقول ايه؟ مش سامع والله بيقول ايه. سيمبل بون سيست، هو ده احتمال كويس مش وحش، بس المكان بتاع السيمبل بون سيست في الغالب او اكتر يعني بيجي فين؟ اكتر حاجه للسيمبل بون سيست فين؟ بروكسيمال هيومرس وبروكسيمال فيمر اكتر حاجه. ممكن طبعا تيجي في اي حته، ممكن تيجي في الديستال كالكيني او في الكالكيني سواء، لكن ده ماشي ده احتمال. لكن كمان هي اكسبانسايل شويه على السيمبل بون سيست انيوريزمال بون سيست لانها ميتافيزيال. طب ليه ما تنفعش مثلا جاين سيل تيومر مثلا؟ بالظبط. اولا قبل الابيفيزيال كلوجر معناها ان ده سكيليتالي اماتيور، والجاين سيل تيومر اكتر بتيجي في السكيليتالي ماتيور. ثانيا انها مش واصله للارتيكولار سيرفيس، فبالتالي الجاين سيل تيومر ليس لايكلي في الحاله زي كده. طب عشان نتاكد نعمل ايه؟ ام ار اي طبعا، هنلاقي فيها ايه؟ مالتيبل فلويد ليفلز. الايه؟ كوندروبلاستوما از ان ابيفيزيال ليجن، ممكن تيجي فعلا سب ارتيكولر، هتفرقها ساعتها عن الجاين سيل تيومر بايه؟ بالايه؟ سامع والله هو الابيفيزيز قافل ولا لا؟ لا بس الكوندروبلاستوما ممكن تيجي برضه في سن صغير على فكره. اه انت تقصد انها لو قافل يبقى جاين سيل؟ لا اصل ماشي، واحد عنده كوندروبلاستوما مش هيموت، يعني مش هيموت قبل ما يكبر، لا هيعيش بيها، فهيجي لك وهو ادلت برضه عنده كوندروبلاستوما يعني. ما بتموتش يعني. فلو جا سيبك من الام ار اي، بالاكس راي الاول. على فكره الام ار اي ممكن يلخبط، لكن بالاكس راي الاول الجاين سيل تيومر بتتميز بحاجه مهمه جدا، ومش حاجات كتيره في البون تيومرز اللي بتعمل كده، انها ويل ديفايند مارجن، اللي بنسميه بمصطلح الام اس كي بنسميه ايه؟ نارو زون اوف ترانزيشن، صح؟ ورغم كده نان سكليروتيك بورد، يعني هي محدوده جدا تعرف ترسمها، لكن مالهاش سكليروتيك بوردر. اما الكوندروبلاستوما ليها سكليروتيك مارجن زائد او ناقص كوندرويد ماتريكس، يعني مش شرط، بس هي الكوندروبلاستوما في الغالب هتلاقي فيها كوندرويد ماتريكس انترنال ماتريكس، لكن الاهم كمان السكليروتيك بوردر. يبقى كوندروبلاستوما من غير سكليروتيك بوردر تبقى جاين سيل، تمام؟ دي سهله برضو يعني، دي برضو ماستر، بس احنا ايه بنهزر كده بنفتح نفسك شويه يعني. ايه دي يا مي؟ كين بوكس ديزيز بالظبط، اللي هو في الاخر عباره عن ايه؟ افاسكولار نيكروز. الفيت بتاعه ايه يعني؟ يعني العيان ده يتعالج ازاي؟ هل مثلا زي الاسكافويد افاسكولار نيكروزز مثلا؟ يعني الفيت بتاع الاسكافويد افاسكولار نيكروز يحصل ايه؟ لو ما اتعالجش هيبهدل الدنيا، صح؟ بيجي له ارثروباثي، وبيجي له بقى ترايس كاف ارثرايتس، وفي الاخر بيضطروا احيانا يروحوا شايلين السكافولد كلها يرموها. العلاج ساعات ان هو ده احيانا كمان لما يجي بقى في الادفانسد ستيج في الارثروباثي عنيفه، ده يشيلوا كاربر رو على بعضه، كاربكتومي، يشيل القصه باللي فيها، واحيانا يضطر يعمل فيكسيشن، يعمل فيوجن للعظم، ارثروديسيز يسموه. مش مشكلتنا دلوقتي، انا قصدي ان عايز اوصل لكم معلومه ايه؟ ان الافاسكولار نيكروزز بعضهم ليه كاتاستروفيك افكت، والبعض الاخر بيهيل سبونتينيوسلي وما بيعملش مشاكل في الغالب. يعني مثلا البيرتز ديزيز او نوع من الاوستيوكوندروزز، يعني يعتبر افاسكولار نيكروزز صح، او اوستيونيكروز، يعني بيخلص على ايه؟ سيلف ليميتنج، والهيد ترجع لوحديها طبيعيه. ممكن ما ترجعش 100% طبيعيه، يعني ممكن ترجع شويه كوكسا ماجنا، ترجع شويه فيها يعني ديفورميتي خفيفه، لكن احيانا كتيره ترجع طبيعيه. الكايمبكس ديزيز ده من ضمن الحاجات اللي ترجع طبيعيه بعد ما تبقى كرمشت واتبهدلت واسودت، بعدين ترجع ريبير وهيلد وزي الفل. بيقولوا ان الحكايه دي بتحصل اكتر نتيجه حاجه فيها اسكيميا. الاسكيميا دي بالذات هم لاحظوا انها ايه؟ ان الكاين بوكس ديزيز ده بيجي في الايد اليمين عن الايد الشمال، ولما يكون اشول بتجيله في الشمال، اذا ده ليه علاقه بالايه؟ بالاستخدام. ولو انها بتيجي في المانيوال وركرز اكتر، اللي بيستخدموا اللي بيدقوا مثلا نجار سباك بيستخدم ايده كتير، بيجي لهم كاين بوكس كتير. فده قالوا انها في الغالب ميكانيكال، حاجه ليها علاقه بالريبيتيتيف ستريس على الايه؟ على الفيسلز وهكذا. ليها ستيجز طبعا،
بس احنا بنتكلم في الستيج بتاعت الفلاتنينج وسكليروزز دي خلاص احنا بنتكلم في ستيج يعني 3 على الاقل. لو معاه كمان اوسو ارثرايتس زي كده خلاص احنا بنتكلم في ستيج 4. دي بقى الى حد ما مهمه شويه مهمه للام دي يعني. بالمناسبه عشان بس انا عارف السؤال اللي هيتسال حالا واحنا فين، احنا في الريست كده لاترال وكده ميديال تمام، يعني كده لاترال وكده ميديال. ما فرقتش معانا حاجه خالص على فكره والله. تقول لنا لاترال ميديال الموضوع ده بالنسبه لك يفرق، بالنسبه لنا ما ايه. طب يعني اكيد شايفين دي يعني في حاجه هنا حاجه كبيره وحواليها ميه، يبقى حاجه كده شكله كده اعوذ بالله انفلاميشن او حاجه. طيب لو هو انفلاميشن في تندون بنسميه يعني انفلاميشن وميه وبتاع بنسميه تينوساينوفايتس في الموست لاترال. بس ما ايه ايه ايوه دي كيرف. بصوا انتوا كويسين بس محتاجين حد ياخد بايدينا بس، لكن ان شاء الله حد معاكم في اللجنه هتبقوا كويسين قوي. يبقى هي دي كيرفنتينو ساينوفايتس. ايه بقى دي كيرفنتينو ساينوفايتس بقى؟ ان دي كيرفنتينو ساينوفايتس ده احد اهم التينو ساينوفايتس اللي بتحصل في الجسم كله، واحد من يعني موست كومن تينو ساينوفايتس اللي بتحصل في الجسم. بس هو ما بيجيناش كتير لانه بتشخص كلينيكالي، الدكتور بيشخصه كلينيكالي فخلاص يعني مش محتاج ايمجينج اصلا. ولو احتاج ساعات يعمل سونار يتشخص بالسونار، يعني هو شاك انه يوصل لمرحله الام ار دي، المرحله بقى اللي مش راضي يخف بقى والدكتور زهق منه والعيان يقول له ما بتحسنش. طب روح اعمل ام ار، يعني اللي هو بروح بقى ابعد عني شويه يعني. فالديكيرفن تينو ساينوفايتس ده تينو ساينوفايتس اوف ذا اكستنسور كاربال كومبارتمنت. هو ايه ال اوف ذا فيرست اكستنسور كومبارتمنت؟ ناس اوف ذا فيرست هو ايه الفيرست كومبارتمنت بقى؟ طبعا كلكم عارفينها دي اناتومي. طيب الفيرست كومبارتمنت بيبقى فيها ابداكتور بوليسز لونجس واكستنسور بوليسز بريفس. حافظين الكلام ده ولا مش حافظينه؟ طب في محاضره كنت عاملها الاناتومي اوف ذا ريست، اظن انها موجوده برضو على اليوتيوب، مش طويله يعني بتاع 9 ساعات كده، فانتوا اسمعوها بسرعه يعني. لا دي مش طويله فعلا، اظن انها كانت ساعه ولا حاجه يعني. اسمعوها كده او بلاش، افتحوا اي كتاب اقروا بس الاكستنسور كومبارتمنتس، الحاجات اللي انتوا بتبقوا ناسينها دي يعني، علشان دي يعني مهمه. لكن على كل حال احنا الفيرست كومبارتمنت اللي هو اقصى حاجه لاترال هيبقى ليه علاقه بالايه؟ بالطم. فهم التو تندونز بتوع الطم الاكستنسور بوليسز بريفس وابداكتور بوليسز لونجس. الابداكتور بوليسز لونجس ليه اختصار مشهور كده يقول لك اي بي ال. الاي بي ال ده اكتر تندون بيحصل فيه الديكيرفن بالذات، يعني هو الديكيرفن بالذات بيجي في الفيرست بالذات الاي بي ال ده تمام، الابداكتور بوليسز لونجس. طبيعي ان احنا لو عايزين نعمل ابداكشن للثم لازم يبقى التندون موست لاترال يعني، صح؟ علشان يعرف يعمل له ابداكشن يعني. يبقى الابداكتور بوليسز لونجس، وبعدين ما فيش اثنين لونجس هيجتمعوا في واحد يعني، هيبقى اكستنسور بوليسز بريفس تمام. السكند كومبارتمنت فيها الرادياليس بقى اللي هم الايه، اكستنسور كاربي رادياليس لونجس وبريفس تمام. مش متحاولش يعني، في نظرات ليا احيانا بحس ان لا بص الموضوع ده منتهي بالنسبه لي يعني، موضوع التندونز ده ما يعني حاول يعني شويه وبعدين نبقى سيبه بعد كده. اكستنسور كاربي رادياليس لونجس وبريفس. الكومبارتمنت الثالثه نرجع تاني للايه؟ للثمب تاني، هيبقى الاكستنسور بوليسز لونجس لان البريفس كانت فين؟ في الفيرست. يبقى هو الثيرد كومبارتمنت فيها الاكستنسور بوليسز لونجس. طب ايه اللي بيفصل السكند عن الثيرد؟ حاجه اسمها ايه؟ ليستر تيوبريكل، حاجه اسمها ليستر تيوبريكل. طب هوريكم الاناتومي يعني، ممكن نطلع كده بالصلاه على النبي بعد ما نخلص نروح فاتحين اي حاله تريست على الايه؟ على الساينابس، علشان نراجع الاكستنسور كومبارتمنت دي بعديها، علشان واضح ان هي هتعمل لكم ازمه نفسيه دلوقتي.
عشان نعرف نكمل المحاضره هنكتفي بالثلاثه كومبارتمنت الاولانيين، مش مشكله الثلاثه الباقيين. تمام، خلينا ده دلوقتي ده الديكوربن تينوساينوفايتس، ده نوع من التينوساينوفايتس اللي بتحصل في الفيرست كومبارتمنت. تمام، وبيقولوا برضو ان هو نتيجه الاوفر يوز، يعني كانوا ساعات يعني ليه اسم كده فاني، يعني يقول لك ايه فيرست او فيرست مامي سندروم، حاجه زي كده، يعني اللي هو الايه الام اللي اول مره تولد بتبقى دايما شايله ابنها، والشيل الابن ده بيعتمد سنده راسه وسنده مش عارف ايه، بيستنبط كتير فجيلها على طول الايه تينوساينوفايتس دي. منتشر على فكره في دكاتره الاشعه. ليه؟ السونار، شغل السونار كتير، فطبعا البروب برضو لما بتتقل عليه بيعمل برضو، بتلاقي دكاتره كتير اشعه يجي لهم الديكيرفن تينوساينوفايتس ده، وبيعالجوه كونزرفاتيف وبتاع ويربط ايده، يعني موضوع بسيط يعني. انا عايز بس اقول لكم ان في اثنين الاكستنسور الفيرست اكستنسور كومبارتمنت لو هي كونفايند ليها التينوساينوفايتس للفيرست بس، ده الديكيرف. تمام، لو هو الفيرست مع السكند الاثنين بقى فيهم تينوساينوفايتس، زي الحاله دي كده. بصوا كده، العيان ده جاي بيشتكي ببين هنا كده بروكسيمال للليستر تيوبريكل، يعني بروكسيمال للريست. تمام، على اللاترال اسبيكت برضو في الحته دي بيجي بيشتكي ببين هنا كده بالظبط. تمام، لما جينا نعمل الام ار تابعوا كده، في تندون ضال هنا كده في الاكستنسور كومبارتمنت ماشي اهو، وهنا في سوفت تيشو قديمه شايفينها، في سوفت تيشو قديمه حوالين التندون ده والتندونز دولت الاثنين دول. وبعدين التندون ده ماشي راح كده، راح لاترال شويه، كمل لاترال شويه، كمل لاترال شويه، وراح يكمل بقى لحد ما يوصل للفيرست كومبارتمنت. التندون ده بتاع الفيرست كومبارتمنت، تمام، اللي هو الاكستنسور بوليس لونجس والابدكتور بوليس لونجس والاكستنسور بوليس بريفس، صح؟ ده الاكستنسور بوليس بريفس، مش مشكله. امال الاثنين التانيين دولت ايه اللي هو عدى من فوقيهم؟ دولت السكند كومبارتمنت اللي هم اساسا ماشيين جنب بعض، اكستنسور كاربي رادياليس لونجس وبريفس. فهمتوا قصدي؟ اذا في تندون بيعدي عشان يروح من الميديال، يروح مور لاترال، يروح للفيرست كومبارتمنت، وفي اثنين ماشيين مستقيمين زي ما احنا اللي هم الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس وبريفس. التعديه دي هي الكروس ده بيخليهم يحكوا في بعض، بيخليهم يحكوا في بعض، مع الحك ده يحصل تينوساينوفايتس فيهم، فتلاقي ان في تينوساينوفايتس في الفيرست والسكند كومبارتمنت بروكسيمال تو ذا ريست كونفايند على التندونز دولت، بالذات عند الكروس اللي ما بين الفيرست والسكند. القصه دي اسمها ايه؟ حد يعرف؟ نوع من التينوساينوفايتس في الريست اسمه انترسكشن سيندروم. اسمه ايه؟ انترسكشن سيندروم، يعني الانترسكشن ما بين الفيرست والسكند تندونز، كومبارتمنت تندونز يعني. فده ما هواش كونفايند للفيرست زي الدي كيرفن، لا ده فيرست وسكند، ومكانه مور بروكسيمال عن الايه؟ عن الدي كيرفن تينوساينوفايتس. فهمتوا قصدي؟ طيب، هي يعني في حاجه ثانيه اسمها ديستال انترسكشن، بس الرياكشن بتاع الانترسكشن العادي ما حبيتوش، فمش هنقوله، خلاص خلينا في الانترسكشن، وبعد كده نبقى نشوف الديستال ده في يوم تاني باذن الله. دي حلقه لحد ما سبوت. احنا طبعا ده الريست، هي المحاضره ريست احسن. في ناس كانت لسه دلوقتي هتقولي تندو اكيلس، فاحنا لسه ما ابتديناش في الانكل يا جماعه، في احنا في الريست. ايوه، هي اللي فيها فايبرو لايبو، وفيها اسم كده بصوا فيه كل حاجه، هو فعلا كده فايبرو لايباماتس هامرتوما اوف ذا ميديان نيرف. ادي كل ده عباره عن ميديان نيرف، ميديان نيرف تخن جدا 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 ومليان فات في النص، مليان فات. ادي هنا برايت في التي 1، وبصوا في الفات سبريشن بقى اسود خالص، والنيرف فايبرز الفاسيكلز قادر اشوفها واحده واحده معديه في وسط الفات. حتى ساعات يسموه ساين، يسموه ايه؟ كيبل ساين. كانه ايه؟ كانه كابل كهرباء ماشي فيه الايه؟ السلوك. فالفيري الماركت انلارجمنت اوف ذا ميديان نيرف والفاسيكلز معديه في وسط فات، ده حاجه اسمها فايبرو لايباماتس هامرتوما اوف ذا ميديان نيرف. في الغالب اسيمتوماتيك الا لو جت فين؟ في الكاربال تانل تحت الفليكسور ريتيناكلوم، هيجي له ايه؟ كاربال تانل سندروم. بس
هل هو مخصوص في الميديان نيرف؟ لا، هو موست كومنلي في الميديان نيرف، بس ممكن يجي في الالنر نيرف، ممكن يجي في حاجات تانية، لكن اشهر واحد فيهم على الاطلاق هو الميديان نيرف. يبقى ده فايبرولايبوماتوس هامرتوما اوف ذا ميديان نيرف. طيب ده برضو دي السمان اللي هيقولها عشان هو لسه شايف معايا حاله كده الاسبوع ده او يعني قريبه منها يعني. الله عليك، شوف ممتاز الولد ازاي، تربيتي تربيتي. فعلا احنا شايفين ايه؟ سوفت تيشو نوديول ريليتد للفليكسور تندونز، ريليتد للفليكسور تندونز ولو سيجنال ان تي 2. عندنا تو ديفرنشال لا ثالث لهما، تو ديفرنشال لا ثالث لهما بالمنظر ده، يعني اللي هو سوفت تيشو نوديول وريليتد للتندون شيس وفي الهانس او في الفيت او في الفوت ولو سيجنال في التي 2، يبقى حاجه من اثنين، يا فايبروما اوف ذا تندون شيس يا اما جاينت سيل تيومر اوف ذا تندون شيس. بالظبط. هو ايه الجاينت سيل تيومر ده يا مي؟ او انا انت افتكرتني جاوبت وكده يعني. لا، جاينت سيل تيومر اوف ذا تندون شيس، جاينت سيل تيومر اوف ذا تندون شيس عباره عن ايه؟ عباره عن اكسترا ارتيكولر لوكالايزد بيجمنتد فيلونودولار سينوفايتس. فاكرين البي في ان اس بتاعت زمان اللي كانت بتيجي في النيه وتطلع سودا ومش عارف ايه وبلومنج وبتاع؟ هي دي البيجمنتد فيلونودولار سينوفايتس اللي هو الانترا ارتيكولر فورم. ما هي ليها انترا ارتيكولر واكسترا ارتيكولر وديفيوز وفوكل. ده بقى فوكل اكسترا ارتيكولر بيجمنتد فيلونودولار سينوفايت. يبقى بالعقل كده هنفرقها ما بينها وما بين الفايبروما ازاي؟ في فروقات كتيره، حتى احنا دخلنا على النت عشان نحاول نشوف الفروقات اللي ما بينهم. كان في حاله كده كل يعني كلها حاجات فاريبلز الحقيقه. يعني اللو 1 التي 1 سيجنال مثلا في الفايبروما يقول لك انترميديت تو لو، في الـ في الـ في الجاينت سيل تيومر لو. طب ما في الاخر يعني هيطلعوا ممكن الاثنين لو يعني. نعم، الفاسكولاريتي تبقى عاليه في الجاينت سيل تيومر، ممكن تبقى الفاسكولاريتي اعلى، بس برضو مش هو ده الديفرنشيتنج بوينت اللي قالوه قوي. هو الفايبروما الفايبروما بيقولوا اكتر في الهانس والفيت، اما الجاينت سيل تيومر اكتر في الهانس، انا اسف، اما الجاينت سيل تيومر اكتر في الفيت. الفايبروما اكتر ميل بريدومينانس اعلى 3 لواحد، اما الجاينت سيل تيومر 1 لواحد، مش فارقين. كلها حاجات برضو ما هياش ال 100% الاكيده. اعمل جريدينت، اعمل جريدينت سيكونس، لو لقيت فيها بلومينج تبقى ايه؟ تبقى جاينت سيل تيومر، لان الجاينت سيل تيومر زي ما قلت لكم عباره عن بيجمنتد فيلونودولار سينفايس، مع انها فيها ايه؟ فيها هيموسيدرين، فيها هيموسيدرين ديبوزيشن، والهيموسيدرين بيعمل بلومينج ارتفاكت عادي. برضه لحقنا صبغه، الجاينت سيل بتاخد انهانسمنت اكتر بكتير من الفايبروما. الفايبروما زي اي فايبرس تيشو بياخد مايلد انهانسمنت وبروجريسيف وديلايد وصح؟ زي اي فايبرس تيشو، اما الجاينت سيل تيومر فاسكولار اكتر. لكن بصوا الحاله دي مثلا اهي برضه في، بس بصوا البلومنج عامل ازاي بقى هنا، اسود قوي، دي جاينت سيل تيومر اوف ذا تندون شيز. فهمتوا قصدي؟ يبقى ده الاثنين ديفرنشال المهمين في الحته دي. طب ايه مورتون نيوروما؟ لا، مورتون نيوروما دي في المحاضره بتاعت الانكل هقولها لك برضه، بس يعني باختصار عشان تبقى عندك خلفيه عنها. المورتون نيوروما از ميس نومر، هي ما هياش نيوروما ولا حاجه، ده فريكشن في البلانتر نيرف سبكوتينيوس نيرف مع المشي ومع الميتاتارسيا بتاع، فبيحصل فيه بيرينيورال فايبرستيشن، يعني بيرينيورال فايبروزس حوالين بلانتر نيرف. بس ادي كل قصته، بيوجع بقى مع المشي وبتاع، وليه مكان معين ما بين السكند والثيرد او الثيرد والفورث ميتاتارسلز وبتاع، وشكل معين هوريه لك بقى في ايه محاضره الاجل. دي مثلا حاله ثانيه فايبروما برضو، كانت في البروتون دنسيتي انترميديت في الاستير، برضو بتبقى ما بيبقوش البرايت قوي، سواء الاثنين الحقيقه الجاينت سيل والفايبروما ما بيبقوش برايت قوي عشان الفايبرس كومبوننت في الفايبروما، وعلشان برضو الهيموسيدرين في الجاينت سيل. مش زي مثلا الهيمنجيوما، مثلا الهيمنجيوما تلاقيها في التي 2 اي كانها فلويد صح، لكن دولت لا، فنفس الفكره اهي، وتيجي في الانهانسمنت نلاقيها واخده انهانسمنت. طيب نخش على حاجه ثانيه، دي يعني دي مش سبيسيفيك باترن، بس انا عايزكم تقولوا لي ايه الايه، او مش سبيسيفيك دايجنوز، بس ايه الباترن، ايه اللي انتم شايفينه؟ ده الستير وده البوست كونتراست.
ده الفليكسور تندونز. ايوه في ايه بقى؟ ديفيوز سموث سينوفيال ثيكنينج اند انهانسمنت، صح؟ وسينوفيال ثيكنينج وانهانسمنت للتندون شيسز حوالين التندون، حوالين التندونز نفسها، وفي فلويد كولكشن. ده حاله تينوساينوفايتس وساينوفايتس. القصه دي ما هياش سبيسيفيك يعني، بس اللي بيجي ياخد مالتيبل تندونز وتينوساينوفايتس و تشك على طول في حاجه ايه؟ روماتويد. شك في ايه؟ روماتويد. ليه؟ ما هو الروماتويد اساس الديزيز. ايه اساس الديزيز في الروماتويد؟ ايه؟ ساينوفايتس. بالظبط ساينوفايتس، بيبتدي بساينوفايتس. فالساينوفايتس مش بس في الجوينت، ساينوفايتس حوالين التندون شيز ليها ساينوفيال شيز، فبرضه بيحصل فيه انفلاميشن، صح؟ طيب دي حاله ثانيه بقى. قولي كده حاجه بحرف الام. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه بحرف الام. محمد شريهان مش بالام. بص هي مش بالام بس ايه مش عارف. سوزان. مين هو اللي هيقولها؟ ايه اي جدع يا مين. بصوا برضو يا جماعه الـ بتنشف بتنشف. ايه بقى الاوسيبل كلوز دي يا مين؟ الحاله دي بقى جت في امتحان الاف ار لواحد زميلنا، بس مش هقول لكم هو مين بقى دلوقتي، انت عارفه الدور اللي فات ده على طول. الحاله دي بالظبط ريست هاند وجت فيها مش عارف انت قال لك ولا لا. الحاله دي جت بالظبط كده. قال له اوصف ايه اللي انت شايفه الاول، اوصف ايه اللي انت شايفه. مالتيبل سكاترد سكليروتيك فوساي موجوده في كل تقريبا او يعني موست اوف ذا ايه اكزامند بونز، الديستال راديوس والديستال النا والكاربلز بريدومينتلي افكتنج ذا ايبيفيزيز، صح؟ شايفين هنا ثابت الراديوس كلها بس واخده هنا والسب ارتيكولار ان لوكيشن موستلي، صح؟ ال السؤال اللي كان بعديها قال له ايه الدايجنوزز، هو ما يعني ما كانش عارفه، فقال له ممكن تكون ميتاستاسيس، صح؟ قال له ممكن تكون سكليروتيك ميتاستاسيس. قال له طيب ايه تاني الديفرنشال؟ المفروض بقى انه كان يقول الديفرنشال اللي هو الصح الاساس الدايجنوزز يعني اللي هو الاوستيوبويكلوزز. وهيبقى السؤال المفروض اللي بعديه طب تفرقها ازاي بقى عن الميتاستاسيس؟ لو قلت لك ان العيان ده مثلا 70 سنه ميل وعنده نون بروستات كانسر ولقيت البتاعه دي، ليه ما تبقاش سكليروتيك ميتاستاسيس؟ هو المفروض الدسكشن تمشي ان انت تقول له ايه؟ بوني سكان. البوني سكان هيحصل ايه في الميتاستاسيس؟ هتاخد طبعا. طب دي مش هتاخد، ليه بقى؟ والسؤال هو اللي ساله له دايركت، قال له هو ايه هي دي؟ ايه الباثولوجي بتاعه؟ ما لما انا مش عارفين الدسكشن دايما لما بتمشي في الاتجاه اللي معاصلك في الاتجاه الحلو اللي هو عايزك تمشي فيه، هيروح معقدها بقى في الاتجاه الثاني لما يشوف بقى انت حكايتك جايب معاك. قال له ايه الباثولوجي بتاع دي؟ دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايه؟ مالتيبل بون ايلاندز، بس كده. هو عباره عن واحد من الديسبليزيز اللي فيها مالتيبل تايني بون ايلاندز. هي البون ايلاند اللي هي الانوستوزز اللي هي الاوستيومز بتاخد ابتيك؟ ليه ما بتاخدش ابتيك يا مان رغم انها سكليروتيك بوتش اهي؟ ليه ما بتاخدش ابتيك في البون سكان؟ ايوه جدع، هي ما فيهاش اوستيوبلاستيك اكتيفيتي. البون سكان ملوش علاقه بالدنسيتي. طب ما احنا عندنا اوستيوليتيك ليجن وبياخد اوستيوليتيك ليجن مثلا زي الميتاستاسيس بيبقى قد كده واخد ابتيك عادي جدا رغم ان هو مش سكليروتيك. وحاجات ثانيه سكليروتيك ما بتاخدش ابتيك زي دي. هي الفكره معاها اوستيوبلاستيك اكتيفيتي ولا لا، مش هي بيضه ولا سودا، فهمتوا قصدي؟ فهي ان اكتيف ليجن مش بيعمل اوستيوبلاستيك اكتيفيتي خلاص مش حياه. فده هي دي يبقى دي واحد من الايه؟ من الديسبليزيز اللي هتعمل سكليروزز. ممكن ينزل سؤال كده ايه؟ سكليروزنج بون ديسبليزيز. ايه السكليروزنج بون ديسبليزيز؟ حد عارف ايه هما؟ بحرف الام اوستيوبويكلوزز كلها ام اهي، والثانيه ايه؟
ميليريستوزز هي دي اللي كان قصدها عليها. ايوه بالظبط. والثالثه ايه بقى؟ حاجه اسمها اوستيوباثيا سترايات. بالظبط دولت الثلاثه على بعض كده بيضمهم ترم جنرال اوسع اسمه سكليروزنج بون ديسبليزيز. احيانا يبقى العيان الواحد عنده الثلاثه مع بعض او عنده اثنين منهم، يعني بيبقى كومبايند مع بعض اسوشيتد، عنده ميليريستوزز واوستيوبوكلوزز، عنده اوستيوبوكلوزز واوستيوباثيا سترايات وهكذا. الميليريستوزز اللي هي تلاقي سكليروزنج على الايدج اوف ذا بون وويفي جدا، كورتيكال ثيكنينج وبريوستيال ريكشن تخين جدا، وعامل بيسموه ايه؟ كاندل واكس مش عارف ايه. فاهم ده الايه ده دريبنج كاندل واكس. ده الميليريستوز. هم الاوستيوباثيا سترايات شرط بيضاء، شرط بيضاء سكليروتيك لاينز بارالل لللونج اكسس بتاع البونز بس. فكلهم حاجات انر، بس الميليريستوز بتاخد ابتيك في البون سكان تمام، اما الاوسيبل كلوز لا دي انرت. طيب هنا بقى ايوه بالظبط ان شاء الله مي عندها كل حاجه كده كده يعني في حاجه بتجاوب بايديها اكتر من بقها بكتير. طب قولي بصوت دنس ميتافيزيال لاينز صح؟ ايوه او دنس ميتافيزيال بانز. ده بقى طبعا شايفينه هنا في الديستال ريديس وديستال النا وعلى الناحيتين، يبقى الحكايه شكلها ايه؟ سيستميك ديس اوردر. يعني ايه بقى ديفرنشال دايجنوز؟ برضه ديفرنشال كبير وبرضه بق في 3 4 كده بحيث يحس انك بتقول يعني معاه. قول لحد بقى يقول حاجه. الايه؟ الليد بويزنج مهمه جدا بيحبوها جدا فيها تمام. وايه كمان؟ الايه؟ تريتد لوكيميا بيحبوها جدا. تريتد لوكيميا العيانين اللي بياخدوا تريتمنت لوكيميا والفوليك اسيد والحاجات دي بيحصل لهم ديبوزيشن للكالسيوم. بعدين وايه كمان؟ سكيرفي بيتحط معاها ماشي. هيلد ريكتس صح؟ ممكن يجي يقول لك ايه العيان ده ما بيشتكيش من حاجه سيستماتيكالي خالص، ما عندوش اي يعني كرونيك ايلنس، ما عندوش اي كرونيك ايلنس، يبقى ايه الدايجنوزز الموست كومن دي؟ الليد بويزن. الليد بويزن يعني اللوكيميا هيبقى العيان نون لوكيميا. الريكتس بيتعالج بتريتد ريكتس صح؟ السكيرفي عنده برضه عالي لكن ما عندوش اي كلينيكال، اتفضل، ما عندوش اي كلينيكال مانيفستيشن، ما عندوش اي كرونيك ايلنس، شك في ليد بويزنج على طول. كرونيك ليد بويزنج ايه خطوره الكرونيك ليد بويزنج؟ حد يعرف؟ هو بيحصل ليه الاول؟ بيحصل ايه؟ العوازل؟ عوادم العربيه. عوادم كده العوازل دي عوادم العربيه. ماشي. مصانع كتيرة بتاعت الدهانات والحاجات زي كده. في ناس يقول لك ايه بعض العاب الاطفال بيبقى عليها بعض الحاجات زي كده، فممكن الاطفال بيمصوها، في طفل ممكن ياكلها اصلا وتفضل متحوشه جوه يعني. طيب ايه خطورته؟ في الغالب العيان ده بيجي بجي اي تي ابسيت وشويه حاجات كلام فاضي، دايريه وكلام من ده. السكيليتال مانيفستيشنز في الغالب بتبقى اسيمتوماتيك، بتشخصها بالليد ليفلز وبيورين تيست وحاجات زي كده. لكن خطوره القصه كلها مش في كده خالص. خطوره القصه بتاعت الليد بويزنينج ان هو ممكن يعمل اكيوت انكريزد انتراكرينيال بريشر اب تو ديث. بس دي خطوره الكرونيك ليد بويزنينج تمام. دي حاله ثانيه. لحظات التامل انتهت. ايوه يلا بقى مي ايوه اسكافويد والريديوس وحشين يعني. وايه كمان؟ يعني طبعا في ناروينج للسكافو للريديوس سكافويد ارتكيليشن، وفي سب كوندرال سيست، وفي سيست كبيره كمان في السكافويد، وفي اوستيوفايتوزز ديجنراتيف تشينجز مش حلوه، بالاضافه ان في ايه كمان؟
مش شايفين البتاع ولا انا عمال العب وانتم مش شايفينه؟ وايده علقت ولا ايه؟ مال البتاع دي؟ دي ايه اللي انا بشاور عليها دي؟ تامر. تامر اصحى معانا. ايه اللي يعني شايف حاجه هنا؟ حد قال ايه؟ قولي يا سوزان انت قلت حاجه؟ ايوه صح، قولي. في كالسيفيكيشنز فين دي؟ مكان ايه ده؟ ترانجلر فايبرو كارتريج. كالسيفيكيشن في الكارتريج اسمه ايه؟ كوندرو كالسينوزز. يبقى كوندرو كالسينوزز ومعاه الباترن ده من الارتروباثي اللي هو بيبقى في اكتر حاجه سكافو راديو سكافويد مع لارج سب كوندرال سيستس. بتفكركم بحاجه؟ قولي. ايوه جدع، سي بي بي دي. بص ابتدت تنطق ازاي؟ خلاص بطلت كلام، بطلت بايدي. سي بي بي دي ارتروباثي اللي هو ساعات يسموه بايروفوسفيت ارتروباثي. البايروفوسفيت ارتروباثي او سي بي بي دي ارتروباثي، لما نحط كلمه كوندرو كالسينوزز افتكرها على طول. مش معنى كده ان كوندرو كالسينوزز ما بيحصلش غير معاه، بس هو واحد من الحاجات اللي كومن جدا ان يجي معاه سي بي بي، يجي معاه كوندرو كالسينوز. فلما نلاقي كوندرو كالسينوزز نفكر فيه، بالذات لو معاه كمان لارج سب كوندرال سيستس، بالذات لو معاه كمان نوع سبيشال من الارتروباثي زي زي المنظر ده كده. تقول لي طب ما ده ممكن يكون اوستو ارترايتس عادي. هو فعلا اوستو ارترايتس ممكن يافكت الراديال اسبيكت، بس بيافكت التراي سكاف ارتكيليشن بيسموها سكافو ترابيزيوم ترابيزويد اكتر حاجه. لكن هنا الافكشن الفظيع ده وريلاتيفلي سبيرنج للجوينت ده ما يبقاش يعني تشك. اللارج سب كوندرال سيستس دي تشك. الكوندرو كالسينوزز هتقولها امتى بقى؟ فهي مش واضحة؟ هي واضحة عندي والله. يمكن الصورة هنا، بص طب بصي هنا دي أوضح، يعني على الشاشة اللي هي مش شايفينها برضو؟ أهي باينة خفيفة. زعلان خلاص. خلاص يا مينا؟ احلف لهم بقى، احلف لهم. مش مصدقيني. اه ما انا برضو مستغرب من، بس هي واضحه عندي على اللابتوب والله، وهنا برضو واضحه. هي تقريبا واضحه وانتوا اللي مش شايفينها يعني. على كل حال يبقى السي بي بي دي برضو ده يا جماعه بيجي في يعني مفاصل كتير، وبيبقى احيانا اسوشيتد مع الاوستو ارترايتس. فسسبكت ازاي؟ في زي ما قلت لكم كده في الكوندرو كالسينوزز واللارج سب كوندرال سيس والحاجات زي كده. في الني كمان مشهوره جدا. في الكوندرو كالسينوزز بيحصل فين بقى؟ في المينيسكاي. في المينيسكاي وفي الكارتليج. ممكن كمان تلاقي كالسيفيكيشن في التندنز، ميديال جاستروكنيميوس، الكوادريسيبس. فبرضه دي حاجات تخليك تقلق كده، ايه التندنيوس كالسيفيكيشنز دي؟ برضه ده مع البايروفوسفيت. هنا بقى دي حاله مش علشان تقولي دايجنوز، بس جاست توش يعني ايه، تيست اوف اوبزرفيشن. لاحظت حاجه ولا ما لاحظتش؟ ما لاحظناش، نقوم نروح خلاص. قولي ايمان. الله انت بقيتي بتشاوري انت كمان بس. سلام، مش هتشارك معانا كده تبلي ريقي باي حاجه. في ايه؟ ديسلوكيشن ولا تهيؤات؟ لا تهيؤات. في حاجه جنب اليونيت. يا بص برضو الصورة يمكن برضو هنا بتبقى يعني وحشة شوية. يمكن هنا، طب ما تقربوا البتاع دي شوية ليك، ولا انتوا حاسين انها اه اصل انتوا قاعدين بعيد يعني. الان مثلا عمرها ما هتشوف حاجة اصلا من الشاشة دي، والبتاع دي انا حاسس انها فعلا الصورة، الصور غامقة شوية عن مش تعبت نفسك ليه يعني؟ مشكلة. طب ما تقربوا انتوا كده شوية يا شباب، يعني الناس اللي ورا إيمان، كان تقربوا شوية مننا كده نبقى. تعالى يا إيمان، تعالى هنا كده قريب. طيب ها اظن كده بقى وضحت. طب ارجعوا مكانكم تاني بقى.
لسه ما حدش لاحظ اي حاجه. الالاينمنت هو دايما انتوا الريست عامل ازعاج في موضوع الالاينمنت ده، انا عارف هو الديسلوكيشن والحته دي عامله اريتيشن. يعني حاجه في الترايكيتروم اشمعنى؟ مين قال؟ لا اوفرلاب ده برضو بقى. طب بصوا في حد شاف ده؟ انا عايز اوصل لكم في ايه في القصه دي. اي بلين اكس راي ما تعتمدش انك بتبص على العظم بس. يعني البلين اكس راي ممكن يديك سوفت تيشو كلوز تحل بيها دايجنوستيك بروبلمز كتيره جدا، رغم ان هو احنا لا اصل البلين اكس راي ده للعظم مالناش دعوه بالسوفت تيشو. سوفت تيشو اقلب بقى سونار ولا ام ار بتاع. احيانا كتيره تبقى الكلو في الحل هو السوفت تيشو شادوز. يعني مثلا في القلب لو بعون الله كده ابتدينا في القلب هتلاقي مثلا ان في حاجه اسمها الفات باد ساينز مثلا في القلب في قمه الاهميه، قمه الخطوره، تشخص لك فراكشرز وانت شايف الفراكشر اصلا وهكذا. وحاجات كتيرة انا يعني لايبو هيمو ارثروزز مثلا في الني مثلا شخص لك ان في انتر ارتكلر فراكشر حتى لو انت شايفه. فاللي انا عايز اوصله لك ان دايما يعني لما تشوف العظم بص كمان في البلين اكس راي على السوفت تيشو شادوز زي الكالسيفيكيشن اللي احنا مشخصين بيها ما فيهوش مش اولير مثلا وهكذا. فدي مثلا كان هنا العيان ده كان جاي يشتكي بايه؟ دورسال ريست بين. فشوفنا البلين اكس راي لقينا المنظر ده، عملنا السونار لقينا المنظر ده، التندونز وسارح حواليها ميه، يبقى ده ايه؟ بس اكستنسور تينو ساينوفايس. دي بقى الفورث كومبارتمنت اللي فيها اكستنسور ديجيتورم اللي احنا ما كناش وصلنا له. فمش مشكله بقى دي الايه؟ يعني الدور الجاي المره الجايه ان شاء الله. دي برضو سهله انا مش جايبها علشان طب انتوا شايفين ايه الاول؟ سكافويد ويست فراكش. وممكن برضو نقول ان في البروكسيمال بول فيها ايه؟ سنه سكليروزز عن بقيه العظم، يعني الترابيكولي هنا مش باينه زي هنا زي هنا صح؟ فده معناها ممكن ايرلي ايه؟ اي في ان. واحنا عارفين القصه بقى بتاعت ان البلاد سبلاي جاي من الديستال للبروكسيمال، ولو حصل سكافويد ويست فراكشر بيتقطع البلاد سبلاي عن البروكسيمال بول صح؟ تمام. ايه بقى المنظر اللي انا جايبه ده؟ ساعات نعمل المنظر ده، سيبكم ان في افاسكولار نكروز في الحاله دي يعني حتى لو ما فيش افاسكولار نكروز، ونلاقيها نون ديسبليسد فراكشر في الكورونا لو، فنقول نون ديسبليسد يبقى ايه؟ ده جود ايه؟ جود بروجنوزز، مش هيحصل فيها في الغالب افاسكولار نكروزز، ممكن تتثبت حاجه بسيطه يعني. الساجيتال سي تي مهم في حالات السكافويد فراكشر عشان الحته دي. ايه بقى اللي بيحصل في اللي احنا نشوفه ده؟ بيقول لك بتلاقي ان في بالمر فليكشن اوف ذا سكافويد. يعني هنا يعني حصل فيها ايه؟ فولر انجيوليشن شويه. بيسموا القص الحته دي الساين ده بيسموه هامب باك ديفورميتي. هامب باك ديفورميتي، الهامب باك ديفورميتي ده ساين اوف انجيوليشن. احنا عندنا اي فراكشر يلحم حلو لو هو نون ديسبليسد نون انجيوليتد. يعني العظمتين واقفين قصاد بعض لا اتحركوا ولا ايه؟ ولا انجيوليتد. لو هو ديسبليسد هيبقى اللحم بتاعه وحش جدا، اليونيون لازم يترد الاول عشان يعرفوا ايه يهيل كويس. نفس الكلام لو هو بقى انجيوليتد هيعمل سودو ارثروزز ومش هيهيل كويس. فده الانجيوليشن بتاع السكافويد الهام باك ديفورم ده اللي ممكن ما يتشخصش خالص في الكرونال ولا في الاكزيال. فعشان كده ده اهميه الساجيتال في الحته دي. دي بس المعلومه اللي عايزها توصل لكم في القصه دي. تمام. ده بقى انتيتي مهم جات له موضه كده شويه. العيان ممكن يجي يقول لك سؤال كده differential diagnosis of ulnar sided wrist pain. ulnar sided wrist pain. وعلى فكره كل كام دور كده حد يروح منزل سؤال زي كده. يعني احنا مثلا جالنا الكلام ده من سنين يعني طبعا، بس جالنا مثلا ايه؟ differential diagnosis of heel pain. heel pain وجع في الكعب، قول لي بقى هتتصرف ازاي راديولوجيكالي وايه الاحتمالات وبتاع. ممكن واحد تاني يروح جاب سؤال في مره ميديال ني بين. سؤال وهكذا. فمن ضمن الحاجات اللي كانت شهيره في الريست برضو الالنر سايد ريست بين، ممكن يجي ريديال سايد ريست بين. لكن انا عايز اقول لكم السكيما بتاعت الايه؟ تحلوا سؤال زي كده ازاي؟ ده لو نظري يعني. تحلوا سؤال زي كده ازاي؟
لو جالي مثلا ulnar sided wrist pain هتروح قايل اول حاجه list of causes. انا بقى يعني دي الطريقه اللي انا شايفها حلوه. لو حد شايف يعني حاجه ثانيه عايز يكتبها بطريقه ثانيه انتوا، انا بقول لكم بس الطريقه اللي انا شايفها احسن طريقه. اكتب list of causes اللي انت تعرفها كلها، تمام؟ list بعد كده اكتب list of imaging modalities اللي انت هتستخدمها، وتكتب hint عن كل imaging modality ايه. يعني الاكس راي ده علشان الاوسيوس ابنورماليتيز، علشان لو في كذا من تبص في الليست اوف كوزز. الاكس راي مهم فيها في ايه؟ السي تي مهم في ايه؟ الام ار مهم في ايه؟ السونار مهم في ايه؟ تمام؟ وبعد كده بقى اكتب باراجراف لا يتجاوز 3 4 اسطر عن كل واحد من الكوزز اللي انت كاتبها دي، اللي هو الدايجنوستيك فيتشرز بتاعته. هتلاقيها بتختصر معاك في الوقت جدا. ان انت علشان تقعد تقول بالاكس راي نبص نلاقي في ده ما اللي هو الطريقه العرضيه دي، ان احنا بالام ار هنا هنلاقي كذا وهنا هنلاقي كذا وهنا هنلاقي. هتبص تلاقي نفسك بتوه في اللجنه، هتوه ما هتقعد تجمعها وانت جوه اللجنه هتلاقي نفسك تهت وما انتش عارف تلم الموضوع. لكن لما ليست اوف كوزز خلاص انت الموضوع اتلم، ليست اوف ايمجنج موداليتيز. بعد كده انت بتكتب عن كل مرض زي ما بتكتب زي ما انت مذاكر، خلاص الموضوع ما عادش مرهق بقى عصبيا ان انت تقعد تجمعها في وسط اللجنه، تمام؟ فمثلا الالنر سايد ريست بين هتمسك اي حاجه بقى على الالنر سايد، يعني مثلا اكستنسور كاربي النارس تينوساينوفايتس اللي هو اللي في ستيكس كومبارتمنت مثلا، تمام؟ مثلا النر ستايلويد فراكش، بري ستايلويد ساينوفايتس، تراينجلر فايبرو كارتلج تير وانجري. فاهمين قصدي؟ امشي بقى كده النر اسبكت وشوف ايه اللي ممكن يعمل. اي بون تروما وبون مارو كونتيوجنز هنا، تراكيترال فراكش، بوك اوف هاميد فراكش، وهكذا. من ضمن الحاجات بقى الالنر سايدد ريست بين دي حاجه اسمها النو ليونيت اباتمنت سندروم او امبنجمنت، تمام؟ وده برضو تابع لانتيتي برضو مهم في الريست اسمه الامبنجمنت سندرومز اوف ذا ريست. برضو ده ممكن ينزل سؤال لوحده كده، قول لي ايه الامبنجمنت سندرومز اوف ذا ريست. الاول ايه تعريف كلمه امبنجمنت؟ دي هتسمعوها كتير بقى في الشولدر امبنجمنت وانكل امبنجمنت وريست امبنجمنت. ايه الامبنجمنت؟ يعني ايه كلمه امبنجمنت؟ كلمه امبنجمنت هي كلمه كلينيكال تيرم، ما هوش راديولوجيكال تيرم. احنا بنشوف في الراديولوجي الكوزز اوف امبنجمنت، الدكتور مشخص امبنجمنت ده كلينيكالي. ايه يعني مشخصه ازاي؟ تعريف كلمه امبنجمنت هو ايه؟ painful restriction of movement. painful restriction of movement يعني مثلا في الشولدر ليه مش قادر يعمل ابدكشن وبتوجعه كل ما يجي يعمل ابدكشن، ده شولدر امبنجمنت، في حاجه زنقه. ايه هي الاسباب؟ يا اوسيس يا نون اوسيس، في اي حته بقى، في اي حته يعني في الشولدر، في الانكل، في الـ في الـ في الـ في الريست، في اي حته. في مراستابلر امبنجمنت في الهيب، كله نفس القصه. painful restriction of movement due to osseous or non-osseous abnormality، ده تعريف الايه؟ الامبنجمنت. طيب هنا في الريست في اربعه امبنجمنت سندرومز، تمام؟ اشهر واحد واهمهم والموست كومن واكثرهم على الاطلاق هو ده الالنو ليونيت اباتمنت او الالنو ليونيت امبنجمنت سندروم. يعني ايه اللي بيخبط في ايه؟ الالنا بتخبط في الليونيت، عمالين يخبطوا في بعض، فبالتالي مع الحركه بتعمل بين، وده من احد اسباب الالنا سايد ريست بين برضه. طيب هنشخصه ازاي؟ او الاول اسبابه ايه؟ اسبابه في الغالب ان بيبقى فيه بوزيتيف النر فاريانس. عارفين النر فاريانس؟ بوزيتيف يعني اطول من الراديوس، نيجاتيف يعني اقصر، نيوترال يعني ايه؟ قد بعض. فلو في بوزيتيف النر فاريانس ممكن تقعد تخبط في النر في اليونيت، يعني يعمل النر يونيت امبنجمنت او امباكشن او اباتمنت سندروم، تمام؟ هنشخصه ازاي راديولوجيكالي؟ بون مارو اديما في اليونيت، بالذات الالنر اسبيكت اوف ذا ليونيت، وممكن كمان نلاقي بون مارو اديما في الديستال النا. وقبل ما هيحصل بون مارو اديما دي متغطيه بكارتلج دي متغطيه بكارتلج، ممكن يحصل ايه فيهم الاول؟ الكارتلج، ما الكارتلج ده هو الفيرست لاير بروتكشن، صح؟ الاول هيحصل كارتلج ثيننج وايروجن ودينوديشن وبتاع والكلام ده، وبعدين يبتدوا يخبطوا بقى العظم يرزع في بعضه، يبتدوا يحصل ايه؟ كورتيكال فايبريليشن، بعدين يبتدي يحصل سب كوندرال بون مارو اديما رياكتيف. ايوه في حاجه كمان، في هنا حاجه المفروض ان فصلاهم عن بعض، المخده اللي هو الايه؟ تراينجلر فايبرو كارتريج. ف
طيب يتقطع مع الخط ده يتقطع، ولما يتقطع يبتدي بقى ايه خلاص بقى مواجها لوجه ويخبطوا ببعض. يبقى كمان ممكن بنلاقي معاه ترانجلر فايبرو كارتليج تير اب تو كمان ان دي عماله تخبط القلن عماله تخبط في الليونيت فتزقها يجي الليجمنت اللي ما بينها وما بين الترايكيتروم اللي هو اسمه هيبقى اسمه ايه ليونو ترايكيترال ليجمنت هيتقطع ممكن كمان، فيبتدي يحصل بقى كمان ايه نوع من الانستابيليتي كاربل انستابيليتي. ده كله على بعضه السندروم ده على بعضه اسمه النوليونيت اباتمنت سندروم او امباكشن سندروم. طيب احنا دلوقتي في حاله زي كده مثلا ممكن ما نلاقيش فيها غير يعني هنا مينيمال بوزيتيف النر فاريانس صح، في تراينجولار فايبرو كارتليج تير وفي سب كوندرال بون مارو اديما في الليونيت. واحد يقول لي طب انا لو باستبعاد البوزيتيف النر فاريانس القصه دي يعني انا البون مارو اديما في الليونيت دي مش ممكن اشخصها ايه تاني؟ كاين بوكس ديزيز برافو اللي هو الايرلي ستيج خالص اللي هي لسه فيها بون مارو اديما قبل ما يحصل فيها فلاتنينج وسكليروزز صح. طب ليه دي ما تنفعش بقى؟ ايه بقى الديفرنشيتنج بوينتس ما بينها وما بين الكاين بوكس ديزيز في الحاله زي كده؟ نقول بقى اول حاجه ان الكاين بوكس ديزيز في الغالب بيبقى نيجاتيف النر فاريانس اما الامباكشن بيبقى بوزيتيف النر فاريانس. تاني حاجه ان المارو اديما في حاله الكاين بوكس ديزيز از ديفيوز مارو اديما واخده العضمايه كلها، اما في الالنيولينيت امباكشن في بريفرنشال كده ايه ناحيه الايه الالنر سايد. يعني لو خدتوا بالكم هنا الاديما عامله ازاي والناحيه دي عامله ازاي يبقى في ريلاتيف سبيرنج للايه للراديال اسبيكت بتاع اليونيت ولا لا؟ في هنا ريلاتيف سبيرنج ده ما بيحصلش في الكاين بوكس تمام. في بعض الحالات برضو بتفضل لسه كويري فبنقول ايه كده فيرسس كذا فور ايه فور فولو اب. بس موضوع البوزيتيف والنيجاتيف ده ممكن يحلها لك بس طبعا لقيتها نيوترال خلاص باظت راحت شوف حاجه ثانيه. طب لقيت البون مارو قديمه مش خلاص يبقى المره الجايه بقى يعني نعمل فولو اب واحنا ونصيبنا بقى. ديستال راديو النر ده هو الترينجولار فايبرو كارتج ده فاصل ما بين ايه وايه؟ فاصل ما بين الديستال راديو النر كومبارتمنت وال راديو كاربال كومبارتمنت. فاي افيوجن من هنا وهنا لما ده يتقطع ينزل على طول على الديستال راديو النر كومبارتمنت. انت قصدي عشان كده برضه لما نيجي نحن ارثروجرافي بنعمل بنشوفه عن طريق نفس الفكره دي. هتيجي كيس في الاخر حوريها دي نفس الحاله بس جايب لكم حاله ثانيه هنا اوضح فيها البوزيتيف النر فاريانس والإديمة برضه مور لوكالايزد ناحيه الايه النر اسبيكت اكتر. ما انا هقول اهو ادي النوع الثاني. ايه النوع الثاني ده بقى؟ النوع الثاني ده بقى اسمه ديستال راديو النر امبنجمنت. ديستال راديو النر امبنجمنت الراديوس مع الالنا هم اللي متخانقين. قولي لا لحظه واحده هو اصلا مش الديست في ديستال راديو النر جوينت اصلا هم اتخانقوا مع بعض ليه؟ ما في جوينت حلو ما بينهم يعني. في بطريقه ما حصل ان الجوينت ده اتلخبط. بيقولوا في الغالب الموست كومن ان ده فراكشر في الالنا. اولد فراكشر في الالنا حصل عليه هيلينج بس الهيلينج ده ريزلتنج ان شورتنينج اوف ذا الالنا. شايفين هنا كده؟ ابتدت الالنا تبقى قصيره شويه وفيها برضه سلانتنج للسيرفيس بتاعها كده. فالمفروض ان هنا كان بيبقى فيه سيجمويد نوتش والسيجمويد نوتش دي تارتيكيليت مع الديستال الالنا ويعمل له ديستال راديو النر جوينت محترم ما فيهوش مشاكل. لما حصل بقى الفراكشر ولخبطت الميكانكس دي ابتدى يحصل بقى نوع من السودو ارثروزز ولخبطت الدنيا خالص. فابتدى هنا برضه يعمل بين جامد ويحصل حاجه اسمها ديستال راديو النر ارثروزز سودو ارثروزز وارثروزز وامبنجمنت. ده النوع الثاني من الريست امبنجمنت تمام. ده برضه هتشخص بالاكس راي سهل اهو مش محتاج. لكن اللي فات كان يشخص مين لي ايه ام ار اي لكن الاكس راي بس ممكن عشان يشخص الايه بوزيتيف النر فاريانس صح او لو بقى سب كوندرال سيستك تشينجز او كده ربا. طيب ايه النوع الثالث من الامبنجمنت؟ ده النوع الثاني برضه اهو بص شورتند راديوس. مش بس بقى نيجاتيف النر فاريانس في كمان ابنورماليتي في الشيب وفي كمان سودو ارثروزز مع الراديوس ديستال راديوس مش ده النورمال ديستال راديو النر جوينت. ده النوع الثالث من الامبنجمنت بقى. ايه النوع الثالث من الامبنجمنت؟ دي اسمها ايه دي؟ الليونيت ما شاء الله برافو. طيب
بتارتكليت مع ايه؟ مع الكابيتيت. الطبيعي انها تارتكليت مع الكابيتيت. قال لك خد بالك بقى، هو في نوعين من الليونيت، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بتارتكليت مع الكابيتيت بس، تايب 2 بتارتكليت مع الكابيتيت ومع الهامات. يبقى تايب 1 مع 1، تايب 2 مع 2، صح؟ التايب 1 ده حوالي 70-80% من الحالات. تايب 2 از فاريانت بس كان ليه 2 سيمتومز، اللي هي حاجه بقى بيسموها ليونو هامات امبنجمنت. بيسموها ايه بقى؟ ليونو هامات امبنجمنت سيندروم. ده نتيجه لتايب 2 ليونيت ارتكيليتنج مع الهامات، بس ارتكيليشن ما هواش ستيبل زي الارتكيليشنز العاديه، فيبتدي يحصل برضو كوندروماليشيا، ويبتدي يحصل سب كوندرال بون مارو قديمه في التيبو في هامات وفي الاوبوزنج ليونيت وهكذا. تمام؟ ده النوع الثالث من الريست امبنجمنت. فاضل نوع رابع ما لقيتلوش يعني صوره الحقيقه حلوه، لكن هي هو نادر يعني، عشان كده مش موجود كتير. لكن هو عباره عن ايه؟ الالنر ستايلويد يطول قوي ابنورمالي الونجيتد بدون سبب، ويبتدي التاني لما يطول قوي هيخبط في العظميه دي. ايه العظميه دي؟ العظميه دي اسمها ايه؟ ترايكيتروم، سكافويد ليونيت ترايكيتروم. الترايكيتروم بقى لما تخبط في الالنر ستايلويد برضه تعمل ارتروزز وبون مارو اديما، وهيسموا ده ايه بقى؟ النو ترايكيترال امبنجمنت. بس كده، هي دي الكلمه ورد غلطان. هو بس انا بقولها لكم ليه؟ علشان اللي مش هيعرفها مش هيعرف يفتي فيها. يعني لو جه سؤال ريست امبنجمنت، ممكن حد فيكم هيبقى قاري مثلا البوزيتيف النر فاريانس والامباكشن سندروم، اكتر من كده مفيش. ولو انت جيت تقراها لوحدك يا خبر ابيض، النو ليونيت واليونو ترايكيترم ده موضوع MSK صعب والله، وادعي بقى على الدكاتره واللي جابوا الراديولوجي واللي دخلنا اصلا هنا. لما بس تكتشف ان حد قالها لك، تكتشف ان الموضوع يعني ما هوش صعب ولا حاجه، هي كلمه ورد غطاها. دي عشان كذا ودي عشان كذا، كلمتين اعرفهم لو كتبتهم حلوين جدا، مش عايزين اكتر من كده. تمام؟ طيب ده حاجه ثانيه بقى خالص. ايوه، شورتند ميتاكاربلز. هنا بقى الحقيقه الثيرد والفورث، ممكن يجي واحد فيهم بس، بالذات الفورث متكاربل يعني. لكن هنا الاثنين شورتند، طبعا ده ديفرنشيال من اصحاب الديفرنشيات الطويله، وبرده لازم تبقى عارفهم. قول لي بقى تيرنر برده واحد منهم، برده لو خدتوا بالكم هنا في ميد لانج شويه. صح؟ في ميد لانج ديفورمز، فلما تلاقيهم مع بعض شك بقى في تيرنر بقى عالي جدا بقى. لكن في حاجات ثانيه شورتند متكاربل وشورتند متتارسل ساين، ده طبعا في هايبو ايه مش فاهم. لا هيموكروماتوز ده حاجه ثانيه، ده الصفحه اللي بعديها على طول. تلميذ ده عادي، لا ما تلاقيش ده لسه على الام دي بقى قبل الامتحان، لما كل الراديولوجي تبص تلاقيه لمس في بعضه يعني بالكهرباء كده، حد بيقول لك معلومه تبص تلاقيك دخلت في شابتر في شابتر وسيستم في سيستم، وبتبقى حوسه. ما عليك. في حاجات بقى زي مثلا سودو هايبوبارا، سودو هايبوبارا، صح؟ في حاجات كده. عشان كده يقول لك لو لقيت معاها سوفت تيشو كالسيفيكيشنز، في مثلا هنا اي سوفت تيشو شك بقى في الحاجات بتاعت الميتابوليك دي، سودو هايبوبارا وسودو هايبوبارا. تمام؟ وحاجات تانية كتير ممكن تروماتيك، وحاجات ديفرنشال كتير برضو زي ما بقول لكم. يعني ايه، احفظوا على كل حاجه من الحاجات اللي بنقولها دي ديفرنشالات دي 3-4 كده، بحيث بس ايه ما تروحش قافل معايا على طول. يعني ده بقى انتيتي تاني، يعني انتيتي مهمه برضو. لكن حد شايف حاجه؟ جميل. الكاربل بونز مالها؟ في يعني نارونج للجوينت سبيسز عامه، وفي شويه كده ايروجنز وسيستيك تشينجز. قولي يا سوزان كنت بتقولي ايه؟ بتقول ايه؟ كربوكربل. ايه الكربوكربل ده؟ ماشي، ميت كربل وانتر كربل، ماشي مش مشكله. وايه كمان؟ في ملحوظه ثانيه كمان. الايه؟ ايوه جدع. بيري ارتيكولار اوستيوبينيا. في بيري ارتيكولار اوستيوبينيا في كل الجوينتس، خدتوا بالكم منها ولا لا؟ بعد ما بتقول لنا بناخد بالنا الحقيقه، قبليها ما
يبقى في بيري ارتكولار اوستيوبينيا دي مع الكربل ده يبقى ده ايه؟ روماتويد ارثرايتس. طبعا لما يجي لك فيلم بوث هاندز كده محطوطين جنب بعض اي بي لوحده دورسو بالمر يعني لوحده كده يبقى احنا بنتكلم في ارثرايتس في الغالب. في الغالب السؤال على ارثرايتس في الغالب. طبعا ممكن يكون حاجات تانية بس يعني 90% ارثرايتس. فالارثرايتس اوف ذا هاند بقى ده موضوع توبيك في غايه الاهميه الحقيقه. هو الحقيقه مهم شويه في الاف ار طبعا مهم جدا في الماستر مع ان هم ما بيجيبوش كتير في الماستر يعني بيستصعبوه على الماستر ويستسهلوه على الام دي ففي الاخر ما بيجيش يعني بيجي في الاف ار بس يعني في حاجات كده في حاجات في الجري زون دايما تيجي تقول لك نحطها في الماستر يقول لك ده انت حرام عليك يا جدع ماستر ايه ماستر دولت هات لهم طب في الام دي يا راجل ده سهل قوي الام دي هنحطها للام دي يعني ما حدش بيسال في الحاجات دي فمحدش بيذاكرها خالص ففي الاخر ما ضيع. المهم الارثرايتس بقى بتاعت الهانس من الحاجات المهمه جدا وعشان توصل لتشخيص الارثرايتس لازم تمشي في ثلاثه ستيبس. اول حاجه الديستريبيوشن بتاع الارثرايتس فين تمام. تاني حاجه نوع الارثرايتس هل هي برودكتيف ولا ايروزيف ولا ميكسد وهنعرف الكلام ده. ثالث حاجه هل في سبيسيفيك فيتشرز تنجز معانا ولا لا. بس ادي الثلاثه ستيبس لازم تبقوا حافظينهم صم مش بس الحقيقه للامتحان والله بس علشان حتى حياتكم بعد كده. موضوع الارثرايتس ده من المواضيع الخطيره يعني مش يعني مش اللي هو رير هتلاقوه كتير لو احنا في اماكن بتكتب اكس راي او حد اشتغل في مكان بيكتب اكس راي او حد سافر بره هتلاقي الاكس راي ده بيكتبه بالهبل هتبص تلاقي نفسكم متدبسين في حاجات كتيره من دي. فالارثرايتس بتاعت الهانس تعتمد على الثلاثه انتيتي دول. اول حاجه الديستريبيوشن بتاع الارثرايتس يعني ايه يعني واخد مثلا الديستال راديو المر والراديو كاربل والكاربو كاربل والكاربو ميتاكاربلز والحاجات البروكسيمال ولا مش قصدي والله انا بهزر البروكسيمال اسبيكت ده ولا واخد مينلي الميتاكاربو فالنجيال والبروكسيمال ولا واصل كمان للديستال الديستال انتر فالنجيال جوينت ده اذا ديسكريمينيتنج بوينت يعني دي نقطه مهمه جدا افكتد ولا لا تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى النوع بتاع الارثرايتس هل هو برودكتيف فقط يعني ناروينج الجوينت سبيسز بس بقى معاها سبكوندرال سكليروزز واوستيوفايتوزز ومش عارف ايه يبقى ده ناحيه الديجنراتيف بانواعه ولا لا ده معاه ايروزيف فقط زي في حالات او زي في حالات الروماتويد ارثرايتس مثلا اللي هو بيبقى معاه مارجنال ايروجنز ومعاه كمان بيري ارتكولار اوستيوبينيا يعني في بون لوس ولا ميكسد بقى ميكسد زي الايه زي السورايسز بيبقى معاه ايروجنز وبيبقى معاه كمان ايفوري فارنكس وبيري اوستايتس ومارجنال ايروجنز يعني عامله ماوس ايرز بيسموها صح زي الجوت الكريستال ديبوزيشن برضو بيبقى معاه ايروجنز كبيره بس اوفر هانجنج ايدجز وسكليروتيك مارجن فكل القصه دي. ثالث ستيب هو في حاجه يعني في الصوره دايجنوستيك من غير ما يعني تخلص الموضوع ولا ايه يعني مثلا الروماتويد مثلا هل ما معاه الديفورميتيز بتاعت الروماتويد الالنر ديفيشن والبوتونير والسوان نيك والقصه دي كاربال امالجاميشن اللي هو بتحصل في الادفانسد ستيج اقول لكم الستيج بتاعت الروماتويد هل مثلا معاه سوفت تيشو كالسيفيكيشنز وبتاع شخص لنا سكليروديرما مثلا ونخلص هل معاه سوفت تيشو نوديولز عامله اكسترا ارتيكولار مارجنال ايروجن كبيره شخص لنا جاوت ونخلص فهمتوا قصدي يعني مثلا دي تعتبر مثلا من الايرلي او المودريت ستيج بتاعت الروماتويد. الروماتويد اول حاجه بتبان في الاكس راي ايه وطبعا بيبقى متشخص كلينيكال ولاب قبليها بسنين لكن بالاكس راي تبتدي يبان سوفت تيشو سويلنج وبيري ارتيكولار اوستيوبيني دي اول حاجه تظهر في الاكس راي في الروماتويد. الايروجنز دي المرحله اللي بعديها اللي هو يبتدي يحصل مارجنال ايروجنز زي الحته حاجات زي دي مثلا شايفين ده دي ايروجن واضحه هنا اهي مارجنال ايروجنز بالذات في الميتاكاربال هيدز شوفوها المارجنال ايروجنز دي مثلا وملهاش سكليروتيك بوردر ولا حاجه. بص هي ساعات بتبقى صعبه فعلا بس احيانا مع الادفانس بتاع الديزيز بتوضح اكتر. المرحله اللي بعديها بيبتدي يحصل كاربال امالجاميشن و المرحله الاخيره بقى يبتدي يحصل ايه؟ ديفورميتيز بقى. فالديفورميتيز دي يعني
العيان مش هيجي لك يقول لك شخصني روماتويد، يعني العيان اصلا متشخص روماتويد بقاله 10 سنين، ده هو بس بيجي ايه فولو اب للديفورميتيز وصلت لايه، لان احيانا بتحتاج سيرجيكال كوركشن اب تو سيرجيكال كوركشن، ايده يعني او ايديها في الغالب في ميل ما تبقاش قادر خلاص تستخدمها، وهي في ميل مثلا اللي عارفه بقى تطبخ ولا عارفه يعني ممكن تنتهزها فرصه طبعا، بس يعني يعني ممكن تيجي بقى عايزه تصلحها يعني. معلش مش سامع كتير، عايز اسالك شويه، لو في بوست اورثريتك تشينج تمام، وفي تمام. ده سؤال جميل جدا، يقول لك الروماتويد ارثرايتس اساسا بيجي زي ما قلنا ساينوفايتس، والساينوفايتس بياكل كمان الكارتليج، فالروماتويد ارثرايتس بيجي في يونج فيميل في الغالب، بيبتدي يعني في يونج فيميل في الغالب بتديفلوب ايرلي اوستو ارثرايتس عن العادي، فمع الوقت تبص تلاقي البيكتشر بقت ميكسد ما بين الايروزيف والبرودكتيف، ايروزيف بتاعه الروماتويد والبرودكتيف بتاعه الايه الاوستو ارثرايتس اللي هي سكندري للروماتويد، ساعتها الموضوع بيبقى كومبليكيتد شويه، ممكن تلخبط بقى واحنا كده ايه ده سورايسز ولا ايه ده ميكسد ده مش عارف ايه، بس مع كلينيكال هيستوري ومراجعه السيريال ايمجز يعني لو عندك خلاص الموضوع بيبقى ايه بيبقى واضح، لكن دي فعلا من حاجات البيت فولز جدا، ممكن يجيب لك صوره فيها كذا وكده تقول هي دي روماتويد ازاي وفيها اوستيوفايتس كده، هي ميكسد روماتويد اوستو ارثرايت وده كومن تمام. وفي حاجه تانية بقى هقولها لك بس ايه يعني هنشوفها دلوقتي. المهم من ضمن خصائص الروماتويد بقى يا شباب ان هو الديستال انترفالانجيال جوينت سبيرد، يعني لو بصيت على اي ديستال هنا تلاقيه طبيعي ما فيهوش حاجه، لكن بيحب قوي الميتاكاربو فالانجيال ارتكيليشن دي، وطبعا الكاربال بونز، وبعدين احيانا يجي كمان ايه الالنر ستايلويد والراديال ستايلويد تلاقيهم متاكلين خالص وايرودد و و مع الروماتويد بقى كمان ممكن في الايرلي ستيجز قبل الاوسيس تشينجز يقول لك عايزين نشخصها قبل الاوسيس تشينج، وده ممكن ينزل سؤال برضو اظن نزل يمكن السؤال الدور اللي قبل اللي فات اظن اللي هو الايرلي دايجنوز اوف روماتويد ارثرايتس الايمجينج اوف ايرلي روماتويد ارثرايتس، لو قلت له اكس راي وايروجنز وديفورميتيز وبتاع هو ده الايرلي، ده بعد ما تشخصت ب 10 سنين، لا الايرلي هيبقى الايه الالترا ساوند والدوبلر والام ار اي، الالترا ساوند والدوبلر هيشوف ايه هيشوف ساينوفايتس وافيوجنز وممكن يدتكت الايروجنز بس يعني ما هوش سنسيتيف، وكمان بالدوبلر نلاقي ايه فاسكولاريتي عاليه بتاعت الساينوفايتس، فده تشخيص اللي وليه مواضيع بقى يعني ليه مواضيع بقى الروماتويد وكم جوينت تفحصهم وتعمل ايه، يعني اصلا فحص بيبقى تايم كونسيومنج وممل او يمكن انا ما بحبش ما علينا. الام ار اي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تستخدم في الدياجنوز بتاع الايرلي روماتويد ارثرايتس، برضو نفس الكلام هنشوف ساينوفايتس وهنشوف ساينوفيال يعني ثيكنينج وانهانسمنت هنشخص بيها مع افيوجن، ومعها احيانا كتير اسوشيتد تينو ساينوفايتس، تينو ساينوفايتس اكتر حاجه تحبها في الروماتويد في الريست الاكستنسور كاربي النارس اللي هو في السكس كومبارتمنت اللي احنا هنشوفها ان شاء الله المره اللي بعد كده تمام. يبقى برضو وممكن يجي في الفليكسور تندونز فيعمل ايه كاربال تانل سندروم، ده من ضمن الحاجات يقول لك هو ليه الروماتويد يعمل كاربال تانل لكذا سبب من ضمنهم الفليكسور تينوساينوفايتس فتتعبى ميه وتتحوش فبالتالي تزود البريشر جوه الكاربال تانل وتضغط على الميديان نيرف، من ضمنها كمان الروماتويد نوديولز نفسها، ما هو الروماتويد بيبقى معاه سوفت تيشو نوديولز سبكوتينيوس ممكن تيجي واحده منهم في الكاربال تانل فتعمل برضو نفس القصه دي تمام. يعني كفايه على كده، ادي بقى الام ار اي المنظر بتاعها، المنظر بتاع الام ار اي ده طبعا بوست كونتراست نلاقي فيه ساينوفيال تيكنينج وانهانسمنت وبون مارو هايبريميا واديما وانهانسمنت و لو احنا جايب لك صوره ستير مثلا صوره ام ار اي ستير من غير صبغه هتلاقي ان الكاربال بونز مليانه ايه سيستيك تشينجز، السيستيك تشينجز دي مش هتقدر تفرق هل هي سيستيك تشينجز عاديه سواء بقى نتيجه لاي سبب سي بي بي دي او انترا اوسيس جانجليا او اي حاجه ولا هي ايروجنز، وعشان كده يقول لك الصبغه ضروره في تشخيص الروماتويد ارترايتس، لو لقيت السيستيك تشينجز اللي انت شايفها في الستير او في التيتو العادي ده بتاخد صبغه في البوست كونتراست يبقى دي ما هياش سيستات بريئه، ده دي ساينوفيال ايه تيكنينج وانفيجن وايروجن من الساينوفيال تيكنينج والبانوس فورميشن، ده فهمتوا قصدي؟ ده مثلا ستيج اعنف في الروماتويد ارترايتس، بصوا الالنر ستايلويد ازاي اتبرق بمعنى الكلمه، وبصوا الراديوس بقت عامله ازاي،
وبصوا الديفيوز بقى اوستيوبينيا من كتر ما هو بيبتدي بيري ارتيكولار اوستيوبينيا بس نتيجه لللونج ستاندنج هاند ستيفنس اب تو انه ممكن يحصل ديفيوز اوستيوبينيا عادتش بتتحرك تمام. طبعا الايروجنز بقى هنا كتيره ايروجنز كتيره والاركتكتشرال ديستورشن ممكن طبعا يعني هنا السوفت تيشو سويلنج في بعض الحتت بس لكن دي يعني روماتويد ارثرايتس. طب بصوا دي ابتدى يحصل كمان عليها ايه بقى ديفورميتيز بقى ابتدى نخش في مرحله الديفورميتيز. من اشهر الديفورميتيز بقى انه يحصل النر ايه ديفيشن وكمان ممكن يحصل في الفينجرز يحصل حاجه من الديفورميتيز واحده بيسموها بوتونير والثانيه اسمها سوان نيك. ايه اللي سوان نيك وايه مش سبيسيفيك للروماتويد على فكره بس من ضمن الحاجات اللي بتحصل فيها. ايه اللي سوان نيك وايه البوتونير؟ السوان نيك اللي هو هايبر اكستنشن في البروكسيمال وهايبر فليكشن في الديستال تمام. اما البوتونير العكس تمام بيبقى فليكشن في البروكسيمال وهايبر اكستنشن للديستال انترفرنجيال جوينت. او انا بوريكم دي البوتونيرا تمام. ده بوتونيرا ديفورميتي تمام. طيب بصوا بقى على دي هي سوزان عشان ما تزعلش مني بس قولي شايفه ايه هنا؟ ايوه ديستال انترفرنشال جوينت بتاع السكند صح. وايه كمان حاجه ثانيه بالظبط بروكسيمال انترفرنشال بتاع الفورس. طب قولي لي بقى هو ده ايروزيف بس ولا برودكتيف بس ولا ميكسد؟ حلو يبقى ميكسد. هل الروماتويد كان فيه المنظر ده؟ الروماتويد كان بيطلع من الايروجنز الاوستيوفايتس الماوس ايرز دي ما بتطلعش. ايوه جدع كمان ده البنسل انكاب ديفورميتي بتاع الايه؟ يبقى ده ما ينفعش روماتويد ابدا. ليه؟ اولا الديستال انترفرنجيال ده سبيرد في الروماتويد. ثانيا لانه في برودكتيف تشينجز تمام. يبقى ده بالاضافه كمان لو انتم خدتوا بالكم في شويه ايه سوفت تيشو سويلنج ده بيسموها في السورايسس بيسموها ايه سوسج شيب. فالسورايسس في كام كلمه كده براق رنانه يقول لك بنسل انكاب ديفورميتي تلسكوبينج فينجرز اللي هو الديفورميتيز كان الفينجر دخل في بعض اوفرلابينج كده اوفررايدنج سوسج شيبد ديجيتس ايفوري فالينكس ممكن كمان تعمل اكرو اوستيوليسيس ممكن تعمل حاجه اسمها فلافي بيري اوستيتس تمام. كل دي اسماء رنانه في السورايسيس لو لقيت اي حاجه فيهم خلاص. طبعا العيان بتاع السورايسيس في الغالب بس مش دايما بيبقى متشخص بسكين مانيفستيشنز يعني عنده اصلا سرايتس بعدين جاي بالايه بالمانيفيستيشن بتاعه بس احيانا تبدا الجوينت قبل يعني يجي له بعدين هيظهر عليه برضه السكين مانيفيستيشنز بتاعت السرايتس. ده مثلا شايفين البنسلين كاب ديفورميتي ده اسمه ايه بقى ده الشورتنينج للفينجرز ده بيسموه ايه تلسكوبينج فينجر. هو ده بقى التلسكوبينج فينجر تمام. وطبعا بقى في ايه ايروجنز وبرضه اوستيو يعني اوستيوفايتس يعني مارجنال اوستيوفايتوزز و فده حاله سورايسز علشان ديستال يبقى ديستريبيوشن النوع ميكسد الكاركترستيك فيتشرز البنسل انكاب والتلسكوبينج والحاجات دي. ممكن يعمل حاجه اسمها ارثرايتس ميوتيلانس من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملها برضه في السورايز واحيانا في الروماتويد ما هوش سبيسيفيك اللي هو سيفير ديفورميتي واكرو اوستيوليسيس في الديستال برضه. طب نبص على ده مثلا ده حاجه ثانيه بصوا خلاص الكاركترستيك فيتشرز بتخلينا احيانا انسى يا عم خلاص الموضوع خلص احنا جامدين قوي بالصلاه على النبي. فهي هنا السيجال او الجال وينج ديستريبيوشن بتخلي الحكايه اسهل كتير اهي شايفينها شايفين الطائر اللي بيطير اهو. وبعدين ده هنا تلاقيه واخد ديستال وبروكسيمال وكل يعني بروكسيمال انترفرنجيال وديستال انترفرنجيال افكتد و هو ايه بقى الايروزيف بيسموه ساعات ايروزيف اوستو ارثرايتس بيسموها ساعات انفلاماتوري اوستو ارثرايتس تمام. ده عباره عن ايه بتيجي في الغالب في الاولد فيميل بوست مينوبوزل بيجي لها اكيوت بين في الهاندز
فبتيجي تعمل نلاقي المنظر ده هو الديستريبيوشن بتاعه زي بالظبط الاوستو ارثرايتس. ايه بقى الديستريبيوشن بتاع الاوستو ارثرايتس؟ بياخد البروكسيمال انترفالانجيال والديستال انترفالانجيال بس بيتند تو بريزيرف المور بروكسيمال جوينتس. يعني ممكن ياخد شويه الميتاكاربوفالانجيال على خفيف الكاربال بونز بيسيبها ما عدا بس الراديال راي اللي هو الحته دي اللي هو لان الصباع استامب اكتر حاجه بتتحرك فبالتالي بدل بتتحرك اكتر حاجه عرضه للايه للديجنريشن فهيحصل فيه سكافو راديو سكافويد وسكافو ترابيزيوم ترابيزويد برضو والفيرست كاربو ميتاكاربال جوينت برضو ده افكتد في الايه في الديجنراتيف ارثروباثي او في الاوستيوارثرايتس. فتلاقي الديستريبيوشن بتاعها بس زياده عن الاوستيوارثرايتس العاديه ان في سنترال ايروجنز. السنترال ايروجنز اللي هي زي الحته دي كده هي دي اللي ادت لمنظر السيجال او الجالوين. ليه ما بتحصلش مع الاوستيو ارثرايتس العاديه؟ فدي بيسموها بقى ساعتها ايروزيف اوستيو ارثرايتس. في كلاسيفيكيشن كبيره للارثرايتس كده يقول لك ايه. طبعا ممكن التقسيمه بتاعت التايب بتاعت البرودكتيف ولا ليتك ولا ميكسد دي تقسيمه لكن في تقسيمه على حسب الايتيولوجي ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن. يعني ديجنراتيف بيحطوا فيها الاوستيو ارثرايتس ويحطوا فيها ساعات كمان حاجات تانية زي مثلا الشارب ساعات يتحط مع الديجنراتيف لان هو سيفير ديجنراتيف نتيجه لوس اوف سنسيشن. ده كاتيجوري. الكاتيجوري الثاني الانفلاماتوري ارثروباثيز يحطوا بقى فيها سيرو بوزيتيف الروماتويد سيرو نيجاتيف الباقي اللي هو سورايسز ورايترز وسكليروديرما تمام. وبعد كده الكاتيجوري الثالث يقول لك ايه ديبوزيشنال ارثروباثي. ايه ديبوزيشنال؟ اي كريستال بتديبوزيت جوه جوينت وتعمل فيه زي الجاوت والسودو جاوت اللي هو سي بي بي دي الحاجات دي هاد اللي هو هيدروكسي ابيتايت ديبوزيشن. فدولت برضه الاميلويدوزز يتحطوا تبع الديبوزيشن. فدي برضه ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن الى حد ما يعني مهمه تبقوا اورينتد بيها. يعني ده ايه برضه نفس الايه نفس القصه تاني تمام. الكاركترستيك فيتشر ساعات بتخلص الحكايه من غير ما ادي مثلا سوزان الايه هنا افكتد شويه فعلا الديستال ريديو النر جوينت هنا فيه سيفير ارثروباثي شويه. يعني هي دي حاله كان برضو ايروزيف بس يعني يمكن يكون معاها ميكسد حاجه مثلا زي سي بي بي دي او كده. دي يا سوزان اللي كان قصدك عليها الايه بقى؟ ايوه مين اللي قال؟ شريهان. ايوه ليه بقى يا شريهان؟ عشان هي قالت علشان في هو اولا ان ارثروباثي عنيف جدا اعنف ما يكون الديستريبيوشن بتاعه عند الايه؟ ميتاكاربوفالنجيال ارتكيليشن صح؟ اعنف ما يكون يعني ريلاتيفلي سبيرنج للديستال وشويه للبروكسيمال يمكن البروكسيمال في كمان افكشن بس اعنف حاجه عند الحته دي لدرجه ان طالع من الهيدز اوف ذا ميتاكاربلز طالع منها ايه اوستيوفايتس عنيفه عامله زي الهوك لايك اوستيوفايتس. هوك لايك اوستيوفايتس دي كاركترستيك فيتشرز اوف حاجه من اتنين وبعض الكتب تميكس مع بعض تقول لك هم واحده في الاخر اللي هو ايه الهيموكروماتوزز والسي بي بي دي. يبقى احنا خدنا السي بي بي دي بيعمل ايه في الريست بقى؟ بيعمل البايروفوسفيت ارثروباثي ده اللي هو الهوك لايك اوستيوفايتس وبيعمل كمان الارثروباثي عند الحته بتاعت الريديو سكافويد وبيعمل كمان الكوندروكالسينوزز صح؟ الهيموكروماتوزز نفس المنظر. في ناس تقول لك اصل هو اصلا الهيموكروماتوز بيعمل كده عن طريق ان هو بيعمل ديبوزيشن للسي بي بي دي فهو في الاخر يعني هو في الاخر سبب واحد لكن يعني بعض الناس يقول لك لا هما سببين وبعضهم يتكلف شويه يقول لك في فروقات ما بين ده وده يعني مش عارف لو افكتنج السكند والثيرد بس غير لو افكتنج معاها الفورث والفيفث. كلام بقى صراحه ايه تعقيد شويه. خلينا هما الاثنين ديفرنشال مقبول هيموكروماتوزز والسي بي بي دي يعني ايه الاثنين مقبولين في حاله زي كده. نفس المنظر يمكن هنا الهوك لايك اوستيوفايتس ما تكونش واضحه شويه لكن بصوا هنا بقى الايه نفس المنظر اللي احنا شفناه بتاع السي بي بي دي قبل كده. دي بقى من غير ما نبص بقى على ديستريبيوشن ولا ايروزيف ولا مش ايروزيف في هنا ايه سوفت تيشو كالسيفيكيشنز تبقى ايه سكليروديرما سكليروديرما وكريست سندروم والقصص بتاعتهم دي. طب حد شايف حاجه ثانيه؟ في كمان اكرو اوستيولوسيس صح وفي كمان سوفت تيشو اتروفي.
كلمه بقى سوفت تيشو اتروفي دي مهمه، مش 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 حشو وخلاص. بيقول لك هي اساس السكليروديرما ده عباره عن ايه اساسا؟ ده سكين ديس اوردر، ما هوش جوينت اساسا، صح؟ فالعيانين بتوع السكليروديرما دولت بييجوا اصلا بان السكين بتاعهم بينشف ويعني بيكمبريس الادجيسنت او الاندرلاين فراكشرز، فيبتدي يحصل سوفت تيشو اتروفي، بعدين يحصل الاكرو اوستيوليسيس ويحصل عليها ديستروفيك كالسيفيكيشن، فهو ده اللي بيعمل سوفت تيشو ايه كالسيفيكيشن. علشان نفرق عن حاجه ثانيه، يعني هنا برده مثلا ايه، برده في اكرو اوستيوليسيس وفي سوفت تيشو اتروفي وسوفت تيشو ده برده سكليروديرما، هي برده بتعمل ايروجنز، بس احنا عشان عينينا بتاخد على طول على الكالسيفيكيشن ما بنبصش، لكن هي لو بصين هنلاقيها برده بتعمل، احيانا تبقى شبه الروماتويد ارثرايتس بالظبط، يعني احيانا السكليروديرما تعمل ايروجن شبه الروماتويد ارثرايتس بالظبط. عشان كده لو هي مش كالسيفايد ممكن تبقى ميس دايجنوز انها روماتويد ارثرايتس لو ما فيهاش سوفت تيشو كالسيفيكيشنز يعني. لكن بصوا الحاله دي مثلا قولوا لي رايكم فيها ايه. انا عن نفسي كنت بشخصها سكليروديرما على طول كل ما اشوفها، وكل ما اشوفها غلط فيها، لحد ما فهمت بقى القصه اللي انا قلت لكم عليها دي، قصه السوفت تيشو اتروفي وقصه الايه الاكروستيولوجي. ان هنا لو بصيت تلاقي ان في شيت لايك كالسيفيكيشنز، ما هياش جلوبولار نودولار كالسيفيكيشنز بتاعه السكليروديرما، ولو بصيت تلاقي ان السوفت تيشو طبيعيه تماما، بالذات في الديستال فانكس اللي هي موست كاملي افكتد في السكليروديرما، ولا في اكروستيولوسيس معاها ولا في اي حاجه خالص، فالحاله دي كانت درماتومايوسايتس ما هياش سكليروديرما. فبتبقى بعته جامده ان انت تشوف سوفت تيشو كالسيفيكيشن سكليروديرما من غير ما بص. لا بص بقى ماشي، بص على تايب اوف كالسيفيكيشن شيت لايك كده ولا جلوبولر، هل في سوفت تيشو اتروفي، هل معاها اكروستيولوسيس ولا لا. ايه رايكم في دي؟ هي اتقصت يعني، كان المفروض يعني احط معاها ديستل بس بالغلط اتقصت، لكن انا عايز اقول لكم ان هو بس جايبها لكم عشان اقول لكم الاوستيو ارثرايتس بيأفكت الايه؟ لا سوري دي حاله ثانيه. طيب كم يعني هي فيها شويه اوستيو ارثرايتس بس فيها فايندنج ثاني، هو ده اللي انا جايبه عشانها، انا بس قصيت الصوره وما كملتهاش للاخر. اه فين بقى؟ بالظبط سوفت تيشو هنا. هل معايا اي ايروجنز؟ في مينيمال ايروجنز فعلا هنا كده، اكسترا ارتيكولر يعني مش واخده الارتيكولر سيرفيس، يبقى ده تشخص ايه؟ جاوت. جاوت احنا متعودين على الجاوت في الرجل والصباع الكبير اللي عامل كده، هو اللي بيبقى الرجل الشمال دايما، ها؟ فلو جالي في اليمين حتى مش هشخصه، لا هو ممكن يجي في اي حته وممكن يافكت الهاند وممكن يافكت اي صباع، بس موست كوملي كده. يبقى دي جاوت تمام، سوفت تيشو جنبيها اكسترا ارتيكولار مارجنال ايروجنز وليها مارجنال اوفر هانجنج سكليروتيك مارجنز كده، يبقى دي جاوت. دي بقى حاجه ثانيه، اللي هيقولها بقى هدي له جنيه. لكن جنيه يا عم والله ما عايز اقولها، انا لو عارفها مش هقولها. الجنيه ده بقى بيجيب لي بان دلوقتي، تبوش ماديين يعني، انا بقولها بس كده مش هديكوا حاجه اصلا، انا بقولها علشان يعني صح صح. يلا اسلام بقى شروق مي، ما فيش اي حاجه بايديك حتى الايه في تيبرينج في الديستال فانكس، تقصد اني واحد يعني هم يعني ماشي. طب كم في ايه في سوفت تيشو سويلنج وفي جوينت جوينت ايه؟ طب هي الديفورمتيز دي الاول شبه الديفورمتيز بتاعت الايه؟ بتاعت الروماتويد شويه صح؟ يعني فيها حاجات يعني حتى سبلكسيشن شويه وفي حاجات يعني مش بوتينير تيبيكال يعني، بس ديفورمتيز بتاعت الروماتويد، بس هل فيها ايروجنز بتاعت الروماتويد؟ ما فيهاش. هما الاثنين دكاتره اللي ورا شريهان وشروق، اسمك ايه دكتوره؟ داليا. والدكتوره الثانيه ايه؟ سيم ميري. طيب شاركوا معانا كده، شاركوا معانا داليا وميري. يا دكتوره داليا دلوقتي القصه دي سوري ديفورمينج نون ايروزيف ارثروباثي، هو ده تعريفه ديفورمينج نون ايروزيف ارثروباثي. وبالتالي هو عشان ما فيهوش ايروجن بيسموها، بيقول لك ساعات الديفورمتيز دي كوريكتابل. يعني ايه كوريكتابل؟ يعني لو حطت ايديها على الترابيزه جامد او انت بتبقى نورمال، بص على الاكس ري تلاقيه نورمال، غير بتاع الروماتويد ده ستيفنس.
فيها يعني الانكلوزز بيحصل. هنا حاجه اسمها ديفورمينج نون ايروزيف ارثروباثي. تسمعي عن حاجه بتعمل كده؟ تسمع يا احمد؟ حد سمع خير؟ ايوه جدع اسلام. مين اللي قال؟ مين؟ انا مش شايفكم من ورا، ده انا فرحت لما قلت اسلام. اسلام طيب المره الجايه. ايوه جدع يا مينا. اللوبس، اللوبس بيعمل كده، بيعمل شبه ديفورمت شبه الروماتويد والعظم نفسه كويس، فبيبقى اسمه ديفورمينج نون ايروزيف ارتروبي. في حاجه ثانيه يا مينا؟ تعرف حاجه ثانيه تعمل كده؟ في حاجه ديفرنشال ليها وساعات يقول هو هو، اسمه ايه؟ اسمه جاكولز ارتروباثي. الجاكولز ارتروباثي ده اول ما اتقال يا جاكولز ارتروباثي كان في عيانين بتوع الروماتيك فيفر. فاكرين الروماتيك فيفر بتاعت زمان بتاعت حقنه البنسلين اللي كل 3 سنين انتهت؟ طبعا الدنيا قصه كده، لكن كان الناس دولت بيجي لهم نوع من الارتروباثي كده، ايديهم فيها ديفورمتيز ورغم تعمل اكس راي مفيش حاجه، فكانوا يسموا ده جاكولز ارتروباثي. ده السيستميك لوبس بيعمل نفس المنظر، والحقيقه ان انه اختفى الروماتيك فيفر فبقوا بيسموا ساعات السيستميك لوبس دي يسموها جاكولز ارتروباثي برضه، لكن على كل حال يعني مش فارق تسميات يعني. دي بقى ايه؟ اكروستيوليسيس. بالظبط. ايه تعريف الاكروستيوليسيس؟ اللي هو ريزوربشن اوف ذا تيرمينال تافتس اوف ذا تيرمينال فالنكس. يعني ايه؟ يعني مش شرط التيرمينال فالنكس كلها تبقى ضايعه علشان تقول انها اكروستيوليسيس، ده التيرمينال تافت بس منها اخر حته فيها تبقى ريزورب. في الغالب ما بتبقاش افكتنج سنجل يعني فينجر ولا تو، يعني بيبقى افكتد مالتيبل زي المنظر ده كده. ديفرنشال دايجنوزز من اصحاب الديفرنشال دايجنوزز الطويل، بيعمل حاجات كتيره تعمل سكليرو تعمل اكروسيول. زي ايه بقى؟ بقه برده كده 3 4 سكليروديرما، سرايسز لسه قايلينها صح. في حاجات بقى زي ايه؟ بيكنوديسستوزز، تسمع عنه؟ حد يسمع عن حاجه اسمها بيكنوديسستوزز؟ مرض وحش كده. طب بعدين مش مشكله هنعرفه ان شاء الله. في ايه تاني؟ هايبر بارا، تمام. فروست بايت، ليبروزي، بيرنز، حاجات بقى كتيره يعني. بس انت بق كده شويه علشان بس يحس ان انت ده انا مش هوقف. في حاجات بقى لو لقيتها مع الاكروستيولوسيس تو ليميتد ديفرنشال، يعني مثلا لو لقيت معاها سوفت تيشو كالسيفيكيشنز جلوبولار يبقى سكليروديرما، لو لقيت معاها الارتروباثي بتاعت السرايسس تبقى سرايسس، لو لقيت معاها مثلا اللي هو التشينجز بتاعت الهايبر بارا الريزوربشن والريديال عند الريديال اسبيكس تبقى ايه؟ هايبر بارا. احيانا يبقى الكلو انك تلاقي مثلا ايه هنا الكانيولا بتاعت الدياليسيس فبرضه ان العيان ده بيغسل ده سكندري هايبر بارا مثلا. احيانا بيبقى فيه طبعا بس ده نادر جدا يعني، بس كلام نظري، لينير كالسيفيكيشنز. حد يعرف ايه اللينير كالسيفيكيشنز اللي بتبقى هنا؟ نيرف كالسيفيكيشنز في عيان ايه ده؟ ليبروزي، عيان الليبروزي. بس ده طبعا يعني حاجه نادره جدا. ساعات يقول لك ايه؟ لو لقيتها افكتد كل الهاندز ما عدا الطم تشك في ايه؟ لامينا كل الفينجرز ما عدا الثم، سبيرنج الثم، شك في ايه الاول؟ في فروست بايت. ايوه ليه بقى يا سوزان؟ تخيلتها بس. ايوه بالظبط تخيلتها هي كده فعلا. اللي بيبقى بردان بيعمل كده، فاللي بيتدفى اكتر حاجه ايه؟ الثم، ده اخر حاجه بيبقى افكتد، بقيه الصوابع اول حاجه بتبقى افكتد. يعني على كل حال هو كان ليميت ذا ديفرنشال، بس حاجه زي كده مثلا ما فيهاش اي حاجه تو ليميت الديفرنشال. هنرص بقى الديفرنشال اللي انتوا عارفينه كلكم حافظينه زي ما قلتوا كده. طيب دي ايه بقى؟ ايوه جدع. عليه بقى يا مي بالظبط. بصوا هنا الشرشره اللي موجوده عند الراديال اسبيكت اوف ذا سكند اند ثيرد، هي اكتر حاجه في الميدل فالنجيز الحقيقه هنا، لكن برضو في الديستال صح، ويمكن في البروكسيمال سنه كمان صح. يبقى الشرشره دي مع كمان ان في حاجه كمان ان في يعني ريلاتيف اوستيوبينيا. عرفنا ازاي؟
بيقول لك المفروض الكورتكس بتاعه اي ميتاكاربلز وبرضه في الميتاتارسلز نفس القاعده ان تبقى ايه التلت. جدع التلت يعني دي التلت ودي التلت والمرو التلت. لو لقيت ان المرو وسع قوي والكورتكس بقى رفيع قوي ده معناه ان في بون لوس اوستيوماليشيا. تمام. فاذا في اوستيوماليشيا وفي راديال في سبري اوستيال ريزوربشن يبقى دي. وبرضه في شويه اكرو اوستيولاسيس خفيف خدتوا بالكم منها بسيط قوي يبقى ده برضو يبقى ده حاله هايبر باراتيرو. طبعا هم بيحبوا جدا عندنا الهايبر باراتيروديزم. ورينا الاوستيودوس ديستروفي يعني لما جابوش في امتحان بيحسوا ان هم ما امتحنوش. ف تبقوا عارفين كلمه السر في الهايبر بارا هي ريزوربشن. دي كلمه السر فيها بانواعها بقى. اهم نوع السبري اوستي اللي هو زي كده. في حاجه مثلا سبكوندرال ريزوربشن زي ايه بقى؟ بيبان ازاي السبكوندرال ريزوربشن ده؟ widening of the joint spaces مشهوره جدا في sacroiliac joint مثلا. تمام. من ضمن الحاجات مثلا ال widening of the acromioclavicular joint علشان في resorption في distal clavicles. كان يجي كان جالنا احنا في امتحان الام دي في السبوتنج plain x-ray chest ما فيهاش حاجه غير resorption of the distal clavicles على both sides. عشان تقول بقى الديفرنشال بتاع البوث سايدز اول حاجه الهايبر بارا والايه والروماتويد. تمام. وهكذا في حاجات كتيره بقى. في طبعا كورتيكال ريزوربشن يقول لك كورتيكال تانيلينج ومش عارف ايه صح. انواع يعني دايما كلمه الريزوربشن دي هي كلمه السر فيها. اه دي برضو حاله الى حد ما مهمه. العيان ده جاله فراكشر ديستال ريديوس واتجبس وبعد ما اتجبس وابتدى يعني خلاص بيهيل وكده جاله اكيوت هاند بين. ايوه جدع. ايه بقى السودكس ده يا نهى؟ بالظبط هو بالظبط الريفلكس سيمباتيك ديستروفي. احنا عرفنا الاولانيه لما نعرف الثانيه. هو برضو الكومبلكس ريجونال بين سندروم. يعني اسماء مختلفه او مسميات مختلفه لنفس الايه الحاجه تقريبا. فده حاجه اسمها كومبلكس ريجنال بين سندروم او ريفلكس سيمباثيتك ديستروفي. الموست كومن كوز ليه او مش مفهوم يعني الباثوجينيس بيحصل ليه بالظبط. في مشكله ما بتحصل بعد التروما في السيمباثيتك سيستم والبلاد سبلاي وكده. فبيجي بالمنظر ده سوفت تيشو اديما وسويلنج وريدنس وهوتنس زي ما يكون في سيلولايتس او انفلاميشن جامد. غالبا ديستال للفراكشر يعني مثلا لو في الديستال ريديس هتبقى في الهاند في التيبيا بتبقى في الفوت. وبعدين انت تتوقع بقى ان في سكندري انفكشن يعني حاجه هيماتوما مثلا بقت انفكتد من التروما بتاع منها بتبقى التروما في الغالب باست يعني. وبعدين لو عملت اكس راي ما تلاقيش حاجه غير ساعات تلاقي كده زي ما هنا كده احيانا بيري ارتيكولار اوستيوبينيا. احيانا بتبقى كمان الكلمه بتاعتها يقول لك ايه سبوتي بيري ارتيكولار اوستيوبيني نقط كده نقط كده كانها هولز كده. هي مش باينه قوي هنا مش عارف اقنعكم بيها قوي بس فيها مينيمال بيري ارتيكولار اوستيوبيني. التشخيص الحقيقي بقى اللي عشان تشخصه خالص البون سكان. لا الام ار هيوريكي برده بيري ارتيكولار سبوتي بون مارو اديما نفس المنظر هو الاوستيوبينيا هتقلبيها بايه ببون مارو اديما. طبعا مع كلينيكال هيستوري بتشخص. بس هو على فكره خدوا بالكم مش شرط بعد التروما بس يعني التروما هي الكومنست كوز. لكن مثلا العيانين اللي بيجي لهم مثلا مايوكارديال انفاركشن بيجي لهم ريفلكس سيمباثيتك ديستروفي. العيانين اللي بيجي لهم ستروك حتى بيجي لهم ريفلكس سيمباثيتك ديستروفي. فمش بس ده لكن يعني الموست كومن حاجات ثانيه يعني. فالتشخيص اللي كانوا بيحبوه جدا هو موضوع البون سكان ده. يقول لك دايناميك 3 فيزز بون سكان تلاقيه بياخد في كل الثلاثه فيزز بياخد ايه بقى ابتيك للتريسر برضه بيري ارتيكولر. اكتر حاجه بيري ارتيكولر ابتيك بالذات في الديليت لان هو الديليت فيز هي اللي هت ايه هتبين فيها البيري ارتيكولر ابتيك بقى تجمع فيها جامد. فده تشخيص برضه للريفلكس سيمباثيتك ديستروفي. دي بقى حاله صعبه واللي هيقولها ليه بقى 2 جنيه مره واحده. ما عرفتوهاش خلاص الحمد لله علشان اقولها عشان ما حدش ياخد فلوس. طب قول يا استاذ ايه الايه ايوه مال صح الكربون
ايوه جدع انت قربت جدا يعني تاخدي بتاع ربع جنيه كده. حد عنده اي فكره ثانيه؟ اه اتفضل اتفضل لو انت مستعجل وعايزني اخد منك. طيب اتفضل فكنا بنقول ايه ده الساعه 11 الوقت تعبتوا؟ احنا كنا عايزين ناخد الثلاثه جوينز. طيب خلينا نرست على كل حال اظن انه يعني قرب يعني هو ما قربش قوي بس يعني ان شاء الله هيقرب يعني. ال ان شفتوها؟ طيب يبقى هنا كان فيها ايه؟ سوزان قالت ان الناحيه دي مش طبيعيه. هي فعلا مش طبيعيه لو خدتوا بالكم ان الفيرست ميتاكاربل اقصر من الباقيين. ومش بس كده، بصوا على السكافويد والترابيزيوم والترابيزويد هايبوبلاستيك. خدتوا بالكم ولا مش مقتنعين؟ يعني السكافويد مش شكلها ده مش طبيعي، طب الترابيزيوم والترابيزويد مش طبيعيين خالص، هايبوبلاستيك بالنسبه لبيت العظم. ايه اللي يعمل هايبوبلاستيك راديال اري كده بس؟ رحنا عاملين البلين اكس راي ده. هو المفروض طبعا انتوا تقولوا ان انا سسبكت كذا فاقول لكم طب نعمل ايه؟ تقول لي بلين اكس راي، بس دايما يعني مش دايما السيناريو بيمشي زي ما الواحد عايز يعني فاهم. ايوه يا سلام يا مي، يا سلام ممتاز. بالظبط في هنا فيوجن لفيرتبري مع بعض. السيرفايكال فيرتبرال بادي فيوجن مع راديال راي ديفيشنسي ومع حاجه كمان اللي هي الاومو هايويد بون مع سبرينج الشولدر. هنا دي سبرينج الشولدر بس هي الصوره وحشه للاسف يعني، بس السكابيولا مرفوعه ازاي شايفينها؟ سكابيولا مرفوعه قوي واحيانا بتبقى في بون واصله ما بين السكابيولا والسباين كمان اللي هي الاومو فيرتبرال بون. كل ده على بعضه كده اسمه ايه؟ اسمه كليبيل فيل سندروم. ده حاجه كونجينيتال، حاجه كونجينيتال، بيبقوا العيانين دولت عندهم تورتيكولس شويه. تمام؟ الايه؟ سبرينج شولدر. بصي بصي الاسكابيولا اهي مرفوعه فوق خالص. هي الصوره وحشه فمش قادر اشوف حتى الام فورتبرال فيها ولا ما فيهاش، بس هي يعني اظن ما فيهاش، لكن هي على الاقل سبرينج شولدر واضحه فيها. تمام؟ سبرينجل دي اللي هي الفيشن اوف ذا سكابيولا. دي ممكن تحصل ايزوليتد مش شرط مع كريبل فيل. تمام؟ دي بقى اللي هيقولها مش هياخد حاجه خالص. يا دكتوره ميري شاركينا بقى. الايه؟ اوستيوبينيا. اوستيوبينيا وترابيكيوليشن مع بعض. طب وايه كمان؟ قولي كلامك حكر. قولي. طب ايه تاني؟ حد شايف حاجه تاني؟ قول يا تامر. الفورس الميتاكاربال ماله؟ طب بص انا هقول لكم حاجه، المشكله في الراديوس. في ايوه رياكشن. اللي عندها بيجي بريست بين فعلا بتعمل بلين اكس راي ريست، لان بريوستي رياكشن هنا تعملي ايه بقى؟ هدعيله بالخير. لا النكس انفستيجيشن. ايوه بالظبط. ما هو ده اول تشخيص يجي في بالك انه ممكن يكون ايه؟ هايبرتروفيك اوستيو ارتروباثي اللي هو الموست كومن كوز لي بالمونري. فنروح عاملين تشيست اكس راي عشان نشوف لو برونكوجينيك كارسينوما ولا حاجه. طبعا مش شرط يبقى بالمونري، يعني هو كان زمان يسموه هايبرتروفيك بالمونري اوستيو ارتروباثي. اسباب كتيره جدا مش بالمونري، حتى جي اي تي وكاردياك واوا. فخليها هايبرتروفيك اوستيو ارتروباثي اللي هو عباره عن بري اوستيال رياكشن سكندري لي اي بقى مانيفستيشن زي ما بنقولها دي برونكوجينيك ميزوثيليوما احيانا تعمل حتى حاجات زي ايه برونكيكسز كرونيك سابريتيف لانج ديزيز ساينوتيك هارت ديزيز احيانا مع المالابزوربشن سندروم جي اي تي مع برايمري بيلير حاجات يعني ايه مختلفه كتيره جدا. الديفرنشال دايجنوز بتاعها بيبقى حاجه اتنين من يعني حاجه من ثلاثه يعني هي دي مع حاجه ثانيه اسمها
ثايرويد اكروبكي اللي هي برضه بيريوستيال رياكشن وبيعمل بس في الغالب بيبقى بينلس، بيبقى في الغالب معاه ثايرويد ابنورماليتي، احيانا بيبقى العيان ايه ثايرويد يعني بيكون اصلا اتعالج خلاص من الثايرويد، بيكون جريفز مثلا واتعمل عمليه او خد يود فبعديها فبيبقى ساعتها ايه ثايرويد، لكن في هيستوري ثايرويد قلق يعني. في حاجه ثالثه ديفرنشال بس يعني مش مهم قوي، حاجه اسمها باكي ديرمو بيريوستوزس، باكي ديرمو بيريوستوزس اسمه موسيقي جدا. الباكي ديرمو بيريوستوز ده بيسموها البرايمري فورم، يعني هو كانه ده بس من غير سبب، وده بيبقى حاجه جينيتك يعني وسيلف ليميتنج وبين يعني، وفي ديفرنشيتنج بوينت شويه ليه، بس هي على كل حال بتبقى بري اوستيال رياكشن بارلل كده على الشافتس والى حد ما ريلاتيفلي سبيرنج الايه الايبيفيسيز يعني. لو عملنا بونس كان برضو بيبقى كاركترستيك ليها بيبان ايه ترام تراك ساين، ترام البري اوستيال واخد ابتيك والعظمه مش واخد حاجه خالص، بيسموها ترام تراك ساين. وده برضو حالة تانية شايفين هنا بقى اوضح كمان ديستال راديوس والنا، بس انا لو جبت لكم دي الاول كنت ممكن تعرفوه عشان كده. وبعدين هنا كمان على فكرة في بصوا في الميتاكاربلز كمان فيها صح؟ طيب دي بقى حالة تانية، الصورة يمكن مزغللة شوية مش عارف ليه بس يعني الى حد ما باينة. دي برضو حالة جت في الاف ار سي ار يمكن من دور كده ولا دورين جت لواحد يعني، حالة نادرة ان هم يعني مش كومن في الاف ار يعني الحقيقة. قولي مين؟ باجت. ايوه جدع مينا ممتاز. باجت ليه باجت؟ هي فيها كل خصائص الباجت اللي بتيجي في الفيمر، بس انتوا مش متخيلين انها ممكن تيجي في الميتاكاربال بونز. هي الميتاكاربال بونز اذا لونج بون، يعني هي الميتاكاربال بون دي لونج بون صح، هي قصيره بس هي لونج بون يعني تعامل هيستولوجيكالي واناتوميكالي على انها لونج بون، ليها هيد وشافت يبقى لونج بون. فهي برضو فيها كورتيكال ثيكنينج واكسبانشن وترابيكولار ثيكنينج صح، كورتيكال ثيكنينج وكورتيكال اكسبانشن وترابيكولار ثيكنينج وموزايك ابييرنس، ده بتاع الايه الباجت سيندروم. دي بقى حاله يعني من باب الهزار شويه بس سبوت دايجنوزز يعني اللي عارفها عارفها، مش عارفها هيقعد يهوبس بقى، واضح بتهوبس كتير يعني. ايوه جدع يا مين بسم الله ما شاء الله. دي حاجه اسمها ايه ماكرو ديستروفيا لايبوماتوزز. ايه بقى ده؟ ده عباره عن هامرتومز ولخبطه في الجروث، فبتؤدي الى لوكالايزد اوسيس اوفر جروث، العظم نفسه بيدخن والسوفت تيشو كمان بيدخن، وبيبقى في ديبوزيشن بقى الايه لليبيد و فعشان كده بيسموها ماكرو ديستروفيا يعني ديستروفيك تشينجز لايبوماتوز، ماكرو ديستروفيا لايبوماتوز. فبيعمل حاجه بنسموها لوكال جايجانتيزم، يعني ايه جزء في الجسم كبر بقيت عن بقيه الجسم، غير الجايجانتيزم اللي هو المعروف بتاع الاكرو يعني اللي هو شبيه بالاكروميجري بس في السن الصغير يعني. فالجايجانتيزم اللي هو الديفيوز ده بقى هنا لوكال، ساعات يجي في لمب كامل افكتد زي مثلا ما بيبقى معاه فاسكولار مال فورميشن وحالات الكليبل ترونيه سندروم، بيبقى معاه لمب واحد اكبر من بقيه اللمب الثاني، رجل مثلا كبيره جدا، فده برضه نوع من اللوكال جايجانتيزم بس هنا في الهاند في صباع، لما يجي بقى في صباع في الهاند او في الفوت ده اسمه ماكرو ديستروفيا لايبوماتوز، مش نتيجه لفاسكولار مال فورميشن بس نتيجه لهامرتوماتوس اوفر جروث. تمام؟ دي برضو الى حد ما سبوت. ايوه جدع ليه بقى ساركويدوزز؟ ايوه ليس لايك ترابيكولار باترن، الشبكه في شبكه جوه العظم، ليس لايك ترابيكولار باترن هنا وهنا. فده بيقولوا ساعات ايه سيستيك تشينجز ممكن بيبقى اسوشيتد بشويه سكليروز، لكن هو الاساسي ليس لايك ترابيكولار باترن واحيانا معاه شويه برضو بيريوستيال رياكشن، دي ساركويدوزز. تمام؟ ساركويدوزس في العظم ممكن طبعا غير يكون اسوشيتد بساركويدوزس في الشيست، فيقول لك برضه تعمل له ايه؟ تعمل شيست اكس راي ممكن تلاقي معاه الايه؟ مانيفستيشن بتاعت الساركويدوز. دي بقى حالة ثانية. يجي يقول لك العيان بيشتكي بتندر وبينفول ديجيت، صباع واحد واجعه قوي. كلينيكالي ده كده بينفول ديجيت اسمه ايه؟ داكتيلايتس. اسمه ايه؟ داكتيلايتس. فداكتيلايتس يعني صباع وجعه او انفلاميشن في صباع يعني. احتمالاته بقى حاجات كتيره بس من اشهرها السيكل سيل مثلا، بيعمل حاجه اسمها داكتيلايتس، بيجي بحاجه اسمها هاند فوت ماوث سندروم صح؟ بيجي بايه؟
بين في الهاندز وفي الفيت وفي الماوث ألسريشنز وبتاع، بيقولوا غالبا اسكيميك تشينجز. لكن لو عملت اكس راي مش هتلاقي حاجه، او بتلاقي بريوستر رياكشن او بون انفارش. لكن من ضمن الحاجات المشهوره جدا كان زمان برضو حاجه اسمها سيفلس داكتيلايتس، كان السيفلس بيعمل، وان سيفلس يعني ما مش موجود يعتبر. الحاجه برضو اللي كانت بتعمل كتير ودي بقى هي الدايجنوز بتاع الحاله دي، ده تي بي داكتيلايتس. التي بي ممكن يأفكت اي، هو مين اللي بيأفكت؟ طبعا الماسكل سكيليتن بيأفكت فين؟ السباين بيعمل بوس، ده المه... ده الموست كومن يعني. لكن ممكن يأفكت اي جوينت زي الهيب زي ساكرو ايليك. نعم ايوه جدع، هو ده السباينا فينتوز. التي بي داكتيلايتس هي هي السباينا فينتوز، برضه بتتميز بسوفت تيشو هايبرتروفي وميكسد ليتك ليجنز كده، ومعاها برضه بون اكسبانشن شويه. في صوره تانية يمكن انا قعدت ادور على حاجه تكون واضحه شويه، ما لقيتش في النت غير الصور القديمه دي غالبا، لان التي بي داكتيلايتس ده ما عادش موجود يعني، الصور دي كلها من العهد البائد يعني. يعني ما هيش مهم قوي، بس على فكره كان في حد من الاستاف اللي قدام عندهم حاله تي بي داكتيلايتس، يعني لو حبوا ينزلوها بقى تبقى انتوا نصيبكم كده. العيان ده بيجي بقى، دي حاله تانية، العيان ده بيجي يشتكي بهارد سويلنج على الدورسم اوف ذا هاند، على الدورسم اوف ذا هاند. تمام، لما بنيجي نعمل متخيلين انه ممكن يكون ايه، جانجلين. هي الجانجلين ممكن تبقى هارد اه لو البريشر فيها عالي قوي، ممكن تحسها انها يعني ايه فيرم كده صح. لكن هنا بقى لما عملنا اكس راي ما لقيناش، لقينا فيه عظمه اوسكل صغيره في الحته دي، ولما عملنا برضو ام ار اي لقينا هي اوسكل، اوسكل فوق الحته دي بالظبط، فوق الكابيتيت، ما بين الكابيتيت والميتاكاربوس. دي بيسموها كاربال بوس. دي انا جايبها لكم الحقيقه مش عشان الامتحان، بس انا عشان بشوفها، واحيانا كتيره الناس ما تبقاش اللي مش اورينتد بيها، يعني هي كومن، ما هياش رير. اللي مش اورينتد بيها بيقعد يقول ده فراكشر ونون يونايتد وشغلانه. كاربال بوس هي اوسكل، اكسسوري اوسكل، بيسموها ساعات ايه اوس انتر ميتاتارس انتر ميتا لا يا رب اسمها ايه، نسيت اسمها، بس هو الاسم الدارج شويه ليها كاربال بوس. بص ايه دي، نفس اللي احنا شفناها قبل كده، دي اللي هي الروماتويد في الهاندز، اثار الام ار اي روماتويد في الهاندز، اللي هي سينوفيال ثيكنينج وانهانسمنت وايديما وايروجنز ومعاها اسوشيتد كينوساينوفايتس وايفيوجنز، اللي هي يعني دي بس كررتها من ناحيه من في صوره ثانيه. نعم، حد عنده سؤال؟ مين؟ تقولي ايه؟ روماتويد انا يعني عديتها لان احنا شفناها قبل كده يعني. دي بقى حاله الفينجر انجز، على كل حال فيها كلام كتير، بس دي يمكن من اسهلهم واشهرهم. شايفين المنظر ده ايه؟ ده الصباع العظمايه وتحتيها الفليكسر تندونز بتاعه. الصباع وتحتيها الفليكسر تندون بتاعه، فليكسر ديجيتورم، بيتقسموا سوبرفيشاليس وبروفاندا، مش مشكلتنا دلوقتي. لكن لو تلاحظوا كده كل تندون مربوط بالعظمايه بايه؟ بزي فليكسور ريتيناكلر، زي ريتيناكلر كده فايبرس تيشو. بيسموه بقى في الهاند بيسموه بوليز. العيان ده لو لاي تروما اتقطع البولي ده، هتلاقي ان الفليكسورز راحت سايبه العظمايه وطلعت ورجع يعني ايه بعدت عنها خالص، فتلاقي ان المسافه ما بين العظمه والتندونز ايه وايدن. فده اللي بيعمل حاجه اسمها ايه، ده يعني ده دايجنوستيك للبولي انجري. البوليز بقى ليها A1 و A2 و A3، يعني شغلانه مش يعني مش هندخل بيها يعني. لا، البولي ده اناتوميكال فاريانت، ده الانجري هو اللي حصل ان هو رابشرد بولي. تمام، واحد جاي يشتكي بان ان التيب اوف ذا فينجر، واحد من الفينجرز تحت الضفر بيوجعه جدا، تحت ضفره. لو عملت اكس راي ممكن تلاقي بريشر ايروجنز هنا كده، او تلاقي ايروجنز هنا كده. بس هتعمل له ايه تاني؟ ده تعمل له سونار على الضفر مش حلو، تعمل له ايه؟ سي تي على الضفر. فالام ار حل شويه القضيه دي بالذات بالسبب، تلاقي سوفت تيشو نوديول عند فعلا سب انجل وانهانسنج وعامله فعلا بريشر ايروجنز. دي دايجنوستيك لايه؟ ايه؟ جلومس تيوم بالظبط، حاجه اسمها جلومس اوف ذا نيل بيد. جلومس غير الجلومس جاكولار، عشان ما حدش دماغه توه، غير الجلومس جاكولار خالص والتمبانيكا ما لهمش علاقه ببعض. فاسكولار نوديول في الحته دي يعني الى حد ما بناين تيومر، بيعمل بس ايه مع اللونج ستاندنج يعمل الايه البريشر ايروجنز دي، فبتبقى بياخد افيد كونتراست انهانسمنت زي ما كده، زي ما احنا شايفين كده.
برضو عايز اديكوا هنت على الفينجر تيب ليجنز دي، دي برضو تيرمينال فانكس، بس بقى مش توب انجل، لا دي مش توب انجل، دي دي في التيرمينال فانكس. بتيجي كتير جدا في الستات يقول لك التيب اوف فينجر مثلا بالذات الاندكس ده مثلا ايه تعبني، وكل ما ادوس عليه تندر عندك يعني ده ايه، تعمل اكس راي ممكن تلاقي المنظر ده. ايه دي؟ تتشخص ساعات انكوندروما، وده مش صحيح. ليه؟ لان لسه انا قايل لكم معلومه ان الانكوندروما نادره لما تيجي في التيرمينال فانكس، وانا كان قصد اقولها علشان لما تيجي الحاله دي تاخدوا بالك، نادره لما تيجي في التيرمينال فانكس. طب يبقى لو لقيتها هنا في التيرمينال فانكس دي تتشخص ايه؟ حاجه اسمها انكلوجن ايبيديرمايتس. بيقولوا ان احد الثيرز بتاعتها انه هي بتخيط حاجه زمان، يعني لما كانوا بيخيطوا راحت ايه الابره مثلا راحت مدخله جزء من السكين في شكتها، وجزء من السكين ده دخل ايه دخل جوه العظمايه بينتريتنج الايه العظمه، وبعد كده سابتها بقى مع سنين طويله السكين اللي داخل ده بيقعد بروليفيريت جوه العظمايه، فبيعمل الانكلوجن سيست دي اللي هي كانها ايبيدرمويد سيست عاديه خالص بتاعت السكين بس جوه العظمه، فانتراوسس ايبيدرمويد بسبب اولد تروما في الغالب بينتريتنج يعني ايه انجري، عشان كده اكتر في الستات. ده نفس الكلام بس عليها ايه بقى؟ عليها باثولوجيكال فراكشر، عليها ايه؟ باثولوجيكال فراكشر اهو ده. اي انكوندروما او اي نمص فاين فايبروما او اي حاجه اي ليتك ليجن حتى لو هو بناين لازم تبص ان ممكن مع الماينور تروما يحصل فيه ايه فراكشر. دي مش مهمه قوي يعني هقولها لكم علشان خلاص انا جبتها يعني. دي حاجه اسمها ايه اسمها هي عجبتني ليه عشان هي ظريفه يعني فاني شويه. ايه بقى؟ يقول لك اسمها فايت بايت. ايه الفايت بايت دي؟ اتنين قاموا يتخانقوا مع بعض، تخيل مثلا سمان قام يضرب في خالد، فخالد راح ضرب بوكس وهو بيضربه جه في اسنانه، البوكس جه فين؟ في اسنانه. التعويره دي هي اللي بتعمل المنظر ده، يعني ده نتيجه البوكس. ايه اللي بيحصل؟ ان هو امباكشن انجري وبتبقى غالبا بينتريتنج، تلاقي التعويره فوقيها يعني سكين بينتريشن، وبيحصل عليها زي ايروجن صغيره كده. هي ايه اهميتها يعني مع اي خبطه وخلاص وبالسلام؟ لا، انها ممكن تفضل موجوده وتكبر وتعمل بين، بيقولوا لان ممكن يكون الماوس فلورا بكتيريا بتبروليفريت كانها حصل عليها اوستيومالايتس. فهمتوا قصدي؟ فيعني مش مشكله قوي. اسمها فايت بايت، عضه الخناقه، او يعني خناقه العضه، او في خناقه وفي عضه يعني. ده برضو من ضمن الحاجات اللي في التروما. انا على فكره يعني استبعدت اغلب حالات التروما، انا كنت المره اللي فاتت بشرحها بعدين يعني ايه قلت ايه اجيب بس حالتين ثلاثه نختم بيهم المحاضره، احنا كده يعني خلصنا. بس يعني ايه الحاجات اللي هي ممكن يبقى ليها شويه فيها كلام يعني. المنظر ده مشهور قوي في التروما، حد عارفه ده؟ الايه ايوه بالظبط بالظبط، ده الجيم كيبر ثامب. شايفين دي؟ دي بوني فراجمنت صغيره جدا في الثامب بالذات عند الميتاكاربو فالنجيال او عند البيز اوف بروكسيمال فالنجز بلا صح اوف ذا ثامب بيز اوف ذا بروكسيمال. ليه؟ في هنا ليجمنت بيبقى ماشي كده على الالنر اسبيكت ما بين الميتاكاربل وما بين الايه بروكسيمال فالنج، اسمه ايه؟ اسمه النر كولاترال ليجمنت اوف ذا ثامب. لو حصل سيفير ابدكشن مره واحده في الثامب الليجمنت ده ممكن يتقطع، يا يتقطع لوحده يا يتقطع ويكسر حته معاه اللي هي افالجن ايه فراكشر. ده بقى هنا النوع اللي حصل اتكسر معاه حته فيبقى اسمها افالجن فراكشر نتيجه للالنر كولاترال ليجمنت اوف ذا ثامب تير. مع الالنر كولاترال ليجمنت اوف ذا ثامب تير ده بقى ليه كلمه بس مهمه في الام ار. ايه بقى؟ ان انت لو هو الالنر كولاترال ليجمنت ده ممكن يعمل كاست وبتاع ويلحم، لو هو يعني ممكن يلحم لوحده كونزرفاتيف كده تمام. المشكله في ايه بقى؟ ان بيبقى في حاجه ريليتد ليه فوقه على طول، فوق الالنر كولاترال ليجمنت على طول، حاجه اسمها ابونيوروزس، الدكتور ابونيوروزس تمام. لما بيتقطع الليجمنت ده لو اتقطع والادكتور ابونيوروزس في مكانه زي ما هو ما اتحركش خلاص الليجمنت ممكن يلحم تاني لوحده بالكونزرفاتيف تريتمنت. لكن المشكله لو الادكتور ابونيوروزس راح ديبند وبقى هو مور ديب عن التورن اند بتاعت الالنر كولاترال ليجمنت مش هيعرف يلحم تاني في العظمه ابدا.
خلاص. يبقى انتر بوزيشن للالمر كولاترال ليجمنت. بصوا بقى هي الحته دي صعبه شويه، لكن ده اللي هو بقى مكعبر هنا كده، ده الالمر كولاترال ليجمنت اللي اتقطع وبقى ريتراكتد وعامل ايه، وعامل زي بول شيبد كده. ويجي هنا ده الادكتور ابونيروسيس اللي راح جاي بقى سوبرفيشال ليه، هو عايز يروح يلحم مش عارف. خلاص الادكتور ابونيروسيس بقى انتربوزد ما بينه وما بين الايه، انتربوزد ما بينه وما بين العظمه اللي هو عايز يروح يلحم. الليجن ده بيسموه ساعات بول اون سترينج، البول اللي هي الليجمنت اللي هو بقى مكعبر، والسترينج نفسها اللي هو الادكتور ابونيروسيس. الليجن ده على بعضه اسمه ايه؟ اسمه حاجه اسمها ستينر ليجن. ستينر ليجن، ستينر ليجن ده في الغالب بيقول ان ده مش هيلحم لوحده، هيحتاج سيرجري في الغالب. ايوه هو الخط ده اخره اهو، هو ده الحته دي، والحته اللي هي مكعبره دي ده الالنر كولاترال ليجمنت بعد ما بقى ريتراكتد كده وافالد. ده الابونيروز. نعم بالظبط. لا الابونيروزز هو اللي مانع الليجمنت انه يلحم، الابونيروزز هو اللي مانع الليجمنت انه يهيل. الكلام ده بيبقى محتاج بقى الفحص يبقى فعلا معمول صح جدا ديديكيتد للطم. يعني العيانين دول تقريبا كل ما بييجوا بيتعادل فحص تاني. ليه؟ لانه بيخش الفحص غلط على طول. هاند ما بيبانش فيه حلو، لازم تعمل ام ار اي طم ديديكيتد ليه، تمام، عشان الانجل بتاعت الطم غير بقيه الهاند، الاكسس بتاعه غير بقيه الهاند. ده برضو واحد من التروما، مش مشكله بقى كفايه عليكم كده. يعني هقول لكم بس دي الارثروجرافي عشان بس تبقوا فاهمين قصه الارثروجرافي، مش عارف حد شرحها لكم قبل كده ولا لا، لكن هي الارثروجرافي على كل حال كان بيتعمل زمان لوحده، دلوقتي بقى بيتعمل بالام ار اي، يعني يتعمل ويتعمل معاه ام ار اي عشان يبقى ام ار ارثروجرافي. يعني الارثروجرافي زمان كانوا بيحقنوا في الثلاثه كومبارتمنتس. ايه الثلاثه كومبارتمنتس؟ يقول لك الريست عباره عن ثلاثه كومبارتمنتس، اللي هي الديستال راديو النر دي كومبارتمنت، والراديو كاربل دي كومبارتمنت، تمام، والميد كاربل دي كومبارتمنت، دي الثالثه، تمام. فكانوا يحقنوا هنا وهنا وهنا، بعدين قال لك لا نحقن في واحده بس. هو ايه اللي فاصل الكومبارتمنتس عن بعض؟ اللي فاصل الراديو ديستال راديو النر عن الراديو كاربل الايه؟ الترينجولار فايبرو كارتريج. طب اللي فاصل الراديو كاربل عن الميد كاربل ايه؟ السكافول يونيت واليونوترايكيتروم. فبقينا نحقن على طول هنا في الراديو كاربل كومبارتمنت. لو الصبغه عدت للديستال راديو النر زي في الحاله دي يبقى في ايه؟ تير في الترينجولار فايبرو كارتريج. طيب لو الصبغه عدت للميد كاربل زي برضه في الحاله دي يبقى في ايه؟ تير يا في السكافل يونيت يا في اليونوترايكيتروم زي ما هيبقى. هي دي نفس القصه وهي نفس فكره الايه؟ الام ار ارثروجرافي. حد شايف حاجه؟ اه حاجات كتير انا مكسوف اقولها الصراحه، حاجات يعني بالظبط هم اربعه. في صباع ناقص، وبعدين ده كمان في فين بقيه الصوابع. ده حاجه اسمها اوتو امبيوتيشنز، يعني الصوابع بيتولد كده. ايه السبب في انه عمل كده؟ امنيوتيك باند سندروم. بالظبط دي حاجه اسمها امنيوتيك باند سندروم. ده حاجه رير بس بتحصل، ان هو يحصل انترا يوتراين رابشر للامنيوتيك ممبرين وهي حامل، وبيتكون نتيجه للكلام ده فايبرس بانس جوه الساك، جوه الجستيشنال ساك. الفايبرس بانس تبتدي تلف على اطراف الجنين، ومع الكونستريكشن بانس دي مع اللونج تيرم اوسكيميا يبتدي يحصل امبيوتيشن، فيتولد بحاجه بيسموا الكلام ده سلاش ديفيكس. يعني البانس عماله ايه، ممكن يجي بقى في الهانس، ممكن تيجي في، فطبعا حاجه ميزربل جدا. تعبتوا؟ احنا تقريبا مش عارف مش راضيه تخلص ليه بتاع. لا خلاص احنا تقريبا خلاص فاضل اثنين ثلاثه كده. لازم برضه طيب دي سهله الى حد ما بس انا يعني ايه شايفين هنا في ايه؟ سكافول يونيت ديسوشيشن. بالظبط انا قلت اجيب لكم كلمه عن الانستابيلتيز والحاجات تبقوا بس افتكرتوها معايا، لكن
مفروض ان شاء الله باذن الله كلكم عارفينها, السكافل يونيت ديسوسيشن اللي هو وايدنينج اوف ذا سكافل يونيت ليجمنت انترفال, وايدنينج اوف ذا سكافل يونيت انترفال نتيجه في الغالب لتورن ايه الليجمنت ده. فبيعمل بقى بالاكس راي فايندنجز كتيره او يعني اسامي كتيره لنفس الساين, تيري توماس ساين, مادونا ساين, مش حاجه اشهرهم تيري توماس ده نتيجه للايه للوايدنينج ده. وبيبقى اسوشيتد في الغالب بحاجه كاربال انستابيليتي اسمها ديزي, اللي اختصار لايه ديزي دي اختصار دورسال انتركاليتد سيجمنتال انستابيليتي, اللي هي عباره عن ايه برضو اللي هي عباره عن ان الليونيت اللي هي دي تبص لورا, تبص دورسالي تتحدف لورا مقارنه بالكابيتيت والسكافويد. الكابيتيت تبقى في مكانها عادي والليونيت هي اللي بصت لورا, فيسموها دورسال انستابيليتي اللي هي الديز دي, بتبقى اسوشيتد مع السكافل يونيت. ليها بقى مقاسات وبتاع, انتوا بتناموا وانا مش قادر فخلاص كفايه. دي بقى عكسها اللي هي الفيزي, الفيزي اللي هي الليونيت تبص لايه لقدام, فيسموها فولر انتركاليتد سيجمنتال انستابيليتي. ودي بتحصل بقى مع اكتر مع الليونو ترايكيترال ليجمنت انجري, مش السكافل يونيت زي الايه زي الديزي. برضو ده نفس الكلام السكافل يونيت انترفال وسعت, وادي الام ار اي شكله عامل ازاي فيها تورن, وكفايه عليكم قوي كده.